مساء الخير، حلقة جديدة من 90 دقيقة. أهلا وسهلا بحضراتكم. شفت فيديو ضايقني جدا الحقيقة على السوشيال ميديا، ويعني مقالب الدنيا على السوشيال ميديا في الكام ساعة اللي فاتوا دول. والحقيقة قلت لنفسي لازم النهاردة ده يبقى موضوع حلقتي الأساسي النهاردة في برنامج 90 دقيقة، لأن الفيديو ده بيمس قضية مهمة جدا وليها علاقة بينا كلنا. هي مش قضية شخص واحد ولا قضية بيت واحد، دي قضية كل البيوت المصرية. الفيديو ده الحقيقة خلاني قبل ما أعرضه لحضراتكم، أنا بس حاسة إن إحنا محتاجين نعمل إعادة مراجعة كاملة لمنظومة الأسرة المصرية. في كلام باستمرار عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بلا شك إن إحنا محتاجين تعديلات، بلا شك إن ارتفاع حالات الطلاق ووجود يعني القضايا الكتير في المحاكم عن النفقة والخلع والرؤية والولاية التعليمية، بلا شك إن كل ده مهم، وكل ده بيطرح الحاجة إن إحنا يكون عندنا قانون مختلف أو تعديلات في قانون الأحوال الشخصية نعالج بيها الثغرات الموجودة في القانون الحالي ونحل بيها المشاكل اللي بيعاني منها المطلقات والمطلقين وبيعاني منها الأطفال كمان. كل ده مفروغ منه، بس أنا عايزة أكر الشريط كده وأرجع مع حضراتكم شوية قبل ما نوصل أصلا لمرحلة الطلاق. منظومة الجواز أصلا في مصر، إحنا الأسر والبيوت المصرية بتربي ولادها على إيه؟ هل النهاردة كل بنت وكل ولد في عمر الزواج فاهمين يعني إيه أفتح بيت وأشيل مسؤولية، وفاهمين يعني إيه أربي أطفال؟ ما هو الجواز أصله يعني مش بس فكرة السترة، ولا هي فكرة العزوة، ولا هي نهاية سعيدة لكل قصة حب وبس. لا، ده أنت لازم تبقى فاهم كويس قوي يعني إيه إن أنا بشيل مسؤولية، أو إيه هي أصلا حجم المسؤولية اللي إحنا بنشيلها مع حالات الجواز. موضوع كبير قوي. كل بنت وكل ولد، هل هم النهاردة، طبعا بتكلم عن بنت وولد في عمر الزواج يعني الشباب، خليني أقول، هل هم مدركين النهاردة حجم المسؤولية دي؟ هل هم عارفين إن أنا مش مطلوب مني بس إن أنا أروح الشغل لو هو راجل ولو هي ست تطبخ لها أكلة؟ طب والولاد؟ طب والتربية؟ وبرضو التربية ما هيش إن أنا أكل وأشرب واصحى الصبح اودي المدرسه، لا، انت بتغرز ايه في الطفل اللي عندك في البيت؟ هل انت بتعلمه الصح من الغلط؟ هل انت النهارده بتعرفه يعني ايه يبقى خايف من ربنا؟ هل انت النهارده اخدت وقتك عشان تعرف شريك حياتك هتقدر تكمل معاه ولا لا؟ هل انت النهارده عارف انك انت وقت ما يكون في طلاق ان الضحيه الاكبر هي الاطفال؟ صحيح يعني أبغض الحلال عند الله الطلاق، ده شيء معروف برضو ومفروغ منه، لكن معروف كمان إن الأطفال في حالات الطلاق هم الأكثر تأثرا، وهم اللي بيتبهدلوا، وهم اللي بيعانوا، تلاقيهم مشتتين، العيال بتتشرد بمعنى الكلمة، مش بس ماديا ومش بس في دفع الفلوس ومين يصرف على الولاد، لا كمان نفسيا، حتى بتلاقي الأطفال بتتكسر. الطفل ما هواش عارف هي والدته هي اللي غلطانة ولا هي مظلومة، لازم يقف في ظهرها ويقف جنبها ويكره أبوه بقى عشان هو اللي وصله للحالة دي. النماذج دي للأسف للأسف بقينا نشوفها كتير حوالينا، وللأسف بقينا بنشوفها في كل حتة، وتعرف على طول إن الولد ده عنده مأساة في البيت. المأساة اللي أنا بحكي لحضراتكم عليها دي طلعت، أو هي السبب الأساسي والمتهم الأساسي في الفيديو اللي أنا بتكلم عنه النهاردة، واللي ضايقني جدا الصراحة. عايزاكم تشوفوا معايا جزء من الفيديو لأنه بيعبر بشكل كامل عن هذه المأساة اللي احنا بنتكلم عليها، وبيعبر عن إيه اللي بيحصل في البيوت المصرية بعد حالات الطلاق، وإيه اللي بيخلي الولاد توصل للمرحلة دي. نشوف الفيديو. حاجة الوحشة دي، لا بس انت ما ينفعش تحب حد عشان خاطر يديك فلوس. الحب ما يحبك ببلاش، لا العيال كلها بيحبوا ماما عشان ايه؟ عشان كلهم بيجيبوا لهم لعب. السؤال بقى، طب هو انا ليه بحبك؟ انت اديتني فلوس؟ انا بحبك، انت اديتني فلوس؟ عايز افهم انا ليه بحبك وانت ما اديتنيش فلوس؟ ممكن تقول لي السؤال الجواب ده؟
ايوه انا ليه بحبك؟ ليه بحبك وانت شيل ايدك من عليا؟ ليه؟ مش انا بحبك؟ ليه انا بحبك؟ ما تخافش. طب انا ليه بحبك وما اديتنيش فلوس؟ ها؟ مش انا بحبك عشان انا بحبك وخلاص؟ ها؟ اسمع بس. لا انا ما ليه بقى كل واحد مختلف؟ ليه ما تبقاش كويس؟ ليه تاخد الحاجه الوحشه؟ كل واحد مختلف. ايوه انت ليه مصمم تاخد الحاجه الوحشه؟ ليه مصمم تبقى انا كده؟ غلط انا كده. لا ما ينفعش تكون كده. انا كده. ما هي ماما كانت كده. انا كده. يا انس ماما كانت كده. انا كده. ليه كده؟ لا لازم تبقى حلو. انا كده. طب انت كده بتاع فلوس؟ يعني انت ما تحبش بابا اللي عشان الفلوس؟ ببلاش؟ يعني ايه تحبك ببلاش؟ ما كنتش تحبني وخلاص. اشمعنى انت بتحب ماما؟ قول لي بس انت بتحب ماما ليه؟ عيب الاسلوب ده. انا مش هديك حاجه. يا اما بقى ايه؟ يا اما تمشي وتسيبني. ليه ما تسيبني؟ ادام انت وحش سيبني. لا يا انا سيبني. ايدك من عليا. ليه اشيل ايدي؟ مش انت ابني؟ انت ابني ولا لا؟ استنى بس. هات ال 50 جنيه. انت ابني ولا لا؟ هات ال 50 جنيه. ما انا هديك 50 جنيه. بس نفهم الاول عشان انا عايزك تبقى متربي صح. هات ال 50 جنيه. ما ينفعش التربيه الوحشه. هات ال 50 جنيه. يلا بص يا ابني. اهدى كده. اهدى. ما تعملش كده. ماما كانت بتعمل زيك كده كانت وحشه. بص ماما كانت بتعمل زيك كده. تقعد تقول لي هات فلوس يا اما اقعد معاك. فلوس يا اما احبك. هات فلوس يا اما خلاص. زهقت منها. ما انت كده هتبقى وحش وهزهق منك واسيبك زي ما شفت ماما. ما انت كده هتبقى وحش وطول ما انت وحش انا هسيبك. ما هو انا بحبك من غير فلوس. يا عم ماشي. ما انا هديك 50 جنيه واديك 100 جنيه واديك اللي انت عايزه. بس لازم تكون انت ابنك. انت في حد يقول لبابا كده؟ احنا مش هنعمل حاجه خالص وانا مش عايز اعرفك. طول ما انت قليل الادب مش عايز اعرفك. ما مش هديك 50 جنيه. 50 جنيه هو السبب. وانا اللي اخدها بنفسي ولا انا اللي اخدها بنفسي؟ طب انا اقول لك على حاجه احلى. ابدا منين ولا منين؟ امال احبك ببلاش؟ هسيبك؟ هزهق منك واسيبك؟ مامتك كمان كانت بتعمل كده؟ يا خبر ابيض. على فكرة يا جماعة الناس اتقسمت على الفيديو ده. في ناس قالت لك ايه كمية الجحود والجمود اللي عند الولد دوت وايه التربية دي وازاي الولد قاسي على ابوه كده. انا بس عايزة اقول لحضراتكم حاجة. وطبعا في ناس الجانب الاخر اللي قال لك هو اكيد الاب يعني هو السبب في الحالة اللي وصل ليها الولد ده. وناس تانية تقول لك لا أكيد الأم هي اللي قست قلب الولد على أبوه بالشكل ده وأكيد هي بتملى دماغه وقاعدة تقول له على ودانه أبوك وحش وكذا وكذا وكذا. أنا بس عايزة حضراتكم تشوفوا معايا حاجة واحدة. الولد ده ضحية. أنس ما هوش قليل الأدب ولا أنس قاسي ولا أنس يعني متعمد أنه هو يعمل كده مع بابا. أنس ضحية. أنس من الواضح أنه عمال يتشد يمين ويتشد شمال. وأنس بيقلد حاجات شافها. أنس بيعمل زي ما هو سمع. أنس عمال يقول أنا كده أنا كده أنا كده. طبعا هو كأنه بيصرخ. يعني كل الكلام اللي بيقوله ده أنا حاسة أن أنا بسمع حد بيصرخ بكلام غير اللي هو بيقوله. بيصرخ أنه هو مش عايز الخمسين جنيه بالمناسبة. هو عايز حب، عايز أمان، عايز اهتمام، عايز رعاية، عايز أب وعايز أم، مش عايز الخمسين جنيه. مين السبب في الحالة اللي احنا وصلنا لها دي؟ مين السبب في اللي وصل له أنس؟ هل هي مامته؟ هل هو والده؟ مع كل الاحترام للجميع لكن في مشكلة. والولد ده يعاني. الولد ده ضحية كبيرة جدا للي بيحصل. ضحية المأساة. أنا معايا الأستاذ كريم والد أنس. مساء الخير. مساء النور. إزاي حضرتك؟ أنا بس عندي بس سؤال. أول حاجة أول ما شفت الفيديو استغربت. هو حضرتك مصور أنس ليه؟ بس هو الموضوع كله في الاول ان انا عملت محاولات كتير جدا ان انا احل المشكله اللي عند انس. الموضوع مع انس دوت بقاله فتره كبيره. وكل ما اروح بحاول استحمل اقول مش مشكله هو طفل وهيعدي ووقته هيعدي ولما يكبر هيعرفني والحاجات اللي هي الناس كلها بتقولها.
فشويه والموضوع ابتدى احس ان انا الموضوع زاد منه وبقى مادي جدا، بس هو انا عارف ومتاكد اني مش هو، لان هو لما بيتعامل معايا بعيد عنهم بيبدا يقول لي انا لما بحبك بتقول بعيد عنهم تقصد بعيد عن والدته وأسرة والدته مثلا؟ تمام. اتفضل. فحصل موقف معايا ان هو ايده اتكسرت في الرؤيه، فالظروف سمحت ان انا اللي اخده واروح اعالجه، لان جده كبير في السن فمش هيقدر يروح يجري بيه، فانا اللي رحت واخدته. لقيت انس بيقول لي الكلام ده بعد كل يوم يقعد يقول لي الكلام اللي بيحصل ده. لقيته بيقول لي يا بابا انا مبسوط جدا ان انا ايدي اتكسرت عشان قعدت معاك الفتره الطويله دي. دي اول حبيب نقطه. قلبي. تاني حاجه قال لي يا بابا انا معايا موتوسيكل، فقال لي يا بابا انا بحوش دلوقتي عشان اجيب موتوسيكل عشان لما اجي لك محدش يقول لي ما تروحش لبابا. دي اول نقطه حصلت خلتني انا متاكد 100% ان انس في حاجه، يعني حد بيضغط عليه. فبصراحه مع الوقت قلت خلاص انا مش هقدر اعمل حاجه وسكت وبقيت العبه. اول ما بروح الرؤيه اول ساعتين ونص ما ببقاش عارف اتعامل مع ابني خالص ولا بنتي، بيبقى التعامل كله اللي هو اسمع منه الكلام اللي بيقوله ده واحاول اجذبه ناحيتي باللعب، العب معاه، اقعد اسمع منه، في الاخر اقعد اقول له انا بحبك لغايه تقريبا كده اخر 10 دقايق يبدا انس خلاص انا فضيت اللي جوايا كله، نسيت هم قالوا ايه، ابدا العب مع كريم. ده اللي بيحصل معايا كل جمعه. طب يعني استاذ كريم، اتفضل انا يا برضو حبيبي. كل دوت بسمع حضرتك وفعلا عايزه افهم، يعني بسمعك بسعه صدر كامله، بس برضو تمام. حضرتك ما جاوبتش عن سؤالي، ليه بتصور ابنك وهو بيقول الحاجات دي، وليه بتصور ابنك تطلعه كنت بالشكل هقول حالا السيء دوت، وليه حالا نفضحه بصراحه. كده؟ تمام. انا اولا مش قصد ولا فضيحه ولا حاجه، بس انت انا عارف كل حضرتك، مره حضرتك متخيل كام واحد شاف الفيديو ده؟ انا النهارده ببص لقيت 4 مليون بني ادم شافوا الفيديو بتاع انس. حضرتك انا ما صورتش الفيديو عشان انشره لاي حد، كل الموضوع ان انا رحت للوالد للجد فبقول له يا حاج انس بيقعد يقول الكلام الفلاني اللي هو بيقوله يعني ده، حضرتك تعال صورت الفيديو عشان توري أهل زوجتك أو طليقتك، مش كده؟ لا اوري الام لان انا طيب الجد فأنس يروح في الرجلين يعني؟ انا هو ضاع خلاص، وبعدين انا في بنت كمان انا لا خايف ما عليها ضاعش بنتي على فكرة. لا يعني إيه ضاع؟ ابنك ساعتها. وحضرتك موجود ويديك الصحة وأمه موجودة ويديها الصحة، ما ضاع هو انا إزاي حضرتك يعني؟ هو ضاع لان في قانون بيجبرني ان انا ما اقدرش المسه، انا ما اقدرش اجي جنبه، انا عايز اعالجه ومش عارف. انا بقيت اقول لجده وأنت يا حضرتك حاج ما تقدرش تكون موجود في حياته بالطريقة اللي بيسمح بيها القانون؟ في القانون انا ما اقدرش اعمل معاه اي حاجه، انا اخري 3 ساعات في الرؤيه. طب ما حضرتك موجود معاه واستغلت الساعات دي في تصويره طب ما ونشر حضرتك الفيديو على السوشيال ميديا او ايا كان مين اللي نشر، حضرتك حالف ما اقولش النتيجة ده. انه 4 مليون شخص بيتفرجوا على مأساة أسرتك. ممكن اقول السبب؟ طيب اتفضل. السبب ان انا اتكلمت مع الحاج عشان احل معايا، ما عرفتش، رفض اي تعامل معايا. بعديها حاولت اصور الفيديو ده عشان اوريه لوالدته واقول له بصي، يعني اقول لها بصي ابنك وصل لغايه فين، تعالي نحل ودي مع بعض، مش هتفرق بقى خلاص، خلي الولد معايا اعلمه يعني ايه بابا، اخليه يزور اهله. بالنسبه للمصاريف اللي عمالين تقولوا مصاريف مصاريف، طب ما تخلي الولد معايا اجيب له اللي هو عايزه ويبقى فيه بيني وبينه يعني عايز حاجه تحرمه من محترمه. أمه وعايزه يفضل معاك برضه ما تحرمه قلتش من كده، أمه؟ ما مش قلتش كده فاهمة. كلمه ان انا اخده اللي هو ابقى انا اخده اللي هو اخده اروح مثلا اجيب له لعب، اجيب له هدومه، اجيب له مصاريف المدرسه، اوديه المدرسه، وفي حد اخرجه من منعك المدرسه. تعمل ده يا أستاذ كريم دلوقتي؟ طبعا طبعا إيه انا ما اللي اقدرش منعك؟ اعمل، القانون بيقول كده. القانون بيقول إنك أنت ما تقدرش تدفع مصاريف ابنك وما تقدرش تشتري لابنك لعبة؟ إزاي؟ أنهي قانون ده؟ هو حضرتك بتتكلمي على الماده، انا بتكلم ان انا اخد ابني اعلمه يعني ايه بابا. انا ما انا هقول الموضوع لحضرتك على حاجه، معلش، اتفضلي. نعلمه يعني ايه بابا دوت في ظل الاسره الطبيعيه السليمه. حضرتك وصلت للطلاق ولا احد يلومك، وارد تمام. الحياه وصلت لطريق مسدود ما قدرناش نكمل مع بعض، لازم تبقى حضرتك فاهم ومستوعب انه اكيد مع الحاله دي ده هيأثر على الولد، ده شيء طبيعي واكيد مش هيقدر يشعر بمعنى الابوه كامله. لكن هل بقى القانون بيمنعك انك تصرف عليه وتعمل واجباتك اللي هي اكيد تقدر تعملها بشكل افضل وانت معاه في نفس البيت في ظل اسره طبيعيه؟ لكن ده خلاص مش حاصل، وده مش عيب القانون، ده اختيار حضرتك طب ووالده هو انس كمان، ده اختيار مشترك. تمام، هو حضرتك ان انا دلوقتي ليه خلينا الموضوع كله اختصرناه في المصاريف؟ انا بقول لحضرتك الولد محتاج من ابوه يبقى ليه ظهر، يبقى ليه سند، يبقى قاعد قدام ما صحابه انت يقول لهم انا حضرتك بابا بتقول له جنبي. انا مامتك كانت بتعمل كده وانا هزهق منك واسيبك، حد يقول لطفل؟ هو انس عنده كام سنه؟
انا دلوقتي عنده 6 سنين ونص. طب 6 سنين، هل هو يقدر يتفهم او مدرك انه حضرتك قد تكون مظلوم مثلا في العلاقة، وممكن تكون يعني وقع عليك الضرر، وممكن تبقى انت الطرف الجيد وكل الكلام ده؟ هو مش مدرك، هو لكن انت بتقول انا هسيبك، هزهق منك واسيبك. ايوه انا بحاول اقومه. انا حضرتك، هل في انا طفل في كراجل، الدنيا يستاهل ان هو يشعر بكمية عدم لا الامان اللي في ثانية الجملة واحدة، دي؟ ممكن حضرتك بس ثانية واحدة، الفيديو دوت مختصر جدا، لكن انا قبليها كنت بحاول ده احنا اقومه. الحمد لله ان احنا ما شفناش اكتر من كده، كان في هو اكتر في كمان. اكتر ده، في اكتر ده كان بيقول لي بعديها يا بابا انت ما تتكلمش كلام ملوش لازمه، انت بتروح تكذب في المحكمه، انت بتخسرنا في المحكمه، انت كل دوت عشان تاخد مني فلوس في المحكمه. ويقعد يسب في والدتي ويسب في والدي، وفي فيديو معايا وانا سايبه ليا انا، عشان يعني الهدف من الفيديو اللي انا مين مصوره. اللي نشر الفيديو؟ بصي حضرتك، انا الموضوع كله ان انا صورت الطفل ده، اول نيه ان انا اوديه لوالدته. طبعا والدته عملت لي حظر في كل الوسائل كلها ومش عارفه اوصل لها، فاضطريت ان انا الطفل ده اللي هو أنس ابنك، مش ابني. كده؟ مش الطفل ده. ابني بس انا بتكلم، ملاحظة بس كده، لأن في مصطلحات حضرتك بتستخدمها غريبة بالنسبة لي. اتفضل. لا انا كلمه الطفل دي عشان ما يعني الناس اتكلمت قالت الطفل. فالمهم، فابني دلوقتي صورته عشان اروح لنجده الطفل، وبلغت نجده الطفل قلت لهم الحقوني انا ابني دلوقتي، في دكاتره بيقولوا ان هو عنده حاجه اسمها تهتها، فانا عايز حل. طبعا نجده الطفل في الاول ما يعني ما حصلش تواصل بينا، فاتواصلت مع استاذه نيل المغربي اللي هي بتقف مع المطلقين اللي هم الرجاله اللي ضايع حقهم في قانون الاسره. فبلغت قلت لها انا عندي 1 2 3، انا عايز حد يعالج ابني، فحاولي تساعديني في الموضوع ده. من بعدها اتنشر الفيديو. بعديها لا يعني معلش، انت وديت الفيديو لواحده متخصصه تساعدك في التخاطب بتاع الولد بتاع لا انس. مش في التخاطب، لان انا ما كنتش اعرف حد في انا بس التخاطب. عايزه وبعدين افهم اوصل لحته الفيديو اتنشر ازاي. انت لما وريتها الفيديو هي نشرته يعني؟ استاذه نيني نشرته، وفي حد تاني انا بعته في صفحه تانيه اللي هو اقول لهم يعني حد طب يقول يعني لي انت اعمل بعته ايه. على صفحتين، صفحتين على الفيسبوك كده؟ تمام. يعني انت اللي نشرته يا استاذ كريم؟ ايوه انا نشره انا لحد، فوجئت، افتكرتك هتقول لي انا بعت مثلا لوالدته اتصرب بطريقه، حد انا مسك حاولت تليفوني، اتعامل مع حد والدته شاف وما الحاجه عرفش. من تليفون ده. لا انت اصل انا بعته مش هكذب بايدك حضرتك، انا لصفحتين على بحاول اوصل. الفيسبوك. هو ايه طب الفيسبوك ده عشان نبعت عليه انا اسرار ولادنا؟ بحاول اوصل لحد معين يتعامل معايا، لان انا مش عارف اتعامل مع نقوم العيله نبعت على الفيسبوك يعني؟ عشان حد يشوف لي هو حل. ما انا الولاد جيت. دلوقتي حياتها بقت مفتوحه، اطفالنا طب هو حضرتك انا حياتهم بلغت، مفتوحه على الفيسبوك؟ طب ما هو انا بلغت ومحدش عمل لي حاجه. 4 مليون بني آدم يشوف ابنك مشكلته انا ويشوف حضرتك شعوره كنت بعدم مبلغ. الأمان بالطريقة دي؟ هو المشكله ان احنا شيرنا، ولا المشكله ان الطفل حصل ابني حصل معاه الكلام ده؟ ايه المشكله؟ يعني احنا هنختصر الموضوع كله في ان الموضوع انتشر، احنا هننسى ايه اللي حصل للطفل؟ لا ما هو انا هقول لحضرتك على حاجة، اللي حاصل اتفضل. دلوقتي ده على السوشيال ميديا ده نموذج اكيد مصغر. انا مش بس مش عايزه اكون متطفله لدرجه ان انا اتدخل في مشاكلك، يعني مشاكل حضرتك وطليقتك، لان ده مش تمام. يعني ده مش دورنا احنا هنا في 90 دقيقه. لكن انا لما اشوف ولد طفل صغير 6 سنين ونص ممكن يبقى اعظم حاجه في الدنيا وبيتعرض للمأساة دي من وهو صغير، عمال افكر هو انس لما يكبر هيتعامل ازاي، انس لما يكبر طبيعه الخلل اللي عنده هتبقى نفسيا ايه، هل هو عنده شعور بالامان تجاه مامته وتجاه باباه؟ اذا كان هو وهو 6 سنين ابوه مصوره وحاطط الفيديو بتاعه على الفيسبوك، والناس كلها عماله تتكلم على الولد اللي بيقول لابوه هات 50 جنيه عشان احبك وامال احبك ببلاش. يعني حضرتك استرجع كده معايا الجمل، لا دي ماساه كبيره قوي. وابنك على ممكن فكره انس ربنا يبارك فيه ويحميه ويحفظه، ممكن يبقى احسن واحد في الدنيا وممكن يبقى هو ماسك على فكرة منصب كويس، وطالع مش عارف متخرج من هو ايه. أنس كويس وبيحبني، بس هو المشكلة كويس إن ولا هما كان كويس بسبب اللي حضرتك عملته؟ لغاية دلوقتي كويس. هو أنا ما قلتش على ابني وحش، هو شاف أنا الفيديو مش بالمناسبة؟ عارف. أنا تاني جمعة، تاني جمعة بعد ما أنا صورته قبل ما الموضوع يتنشر، أو معرفش كان ساعتها اتنشر ولا لأ، أنا اتمنعت إن أنا أشوف العيال. انا اتمنعت إن أنا أشوف، مستغربه اللي حضرتك بتقوله لي دوت. وفعلا يعني بحاول احتفظ، حق ضيفي على الهوا، فبحاول احتفظ برضو يعني بقدر الاحترام اللي
قادرة اديهولك في 90 دقيقة، لكن في نفس الوقت مش قادرة اتقبل ابدا انك صورت ابنك اللي عنده 6 سنين وفضحت اسرار بيتك. انت مش بس فضحت ابنك، فضحت اسرار بيتك كلها ونشرها، بعتها لصفحتنا على الفيسبوك ونشرها، وبعدين حضرتك ترجع تقول لي انه مامته بتعمل، ايا كان مامته بتعمل ولا والدتك بتعمل ولا معرفش مين بيعمل. طب انا هقول لحضرتك على حاجة، تحب نسمع من المتخصصين نتيجة الفيديو ده وتأثيره إيه على أنس وعلى نفسيته وعلى مستقبله؟ أستاذة هبة الطماوي، استشاري العلاقات الأسرية، أهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. أهلا وسهلا. أنا الفيديو دوت النهاردة أنس إيه التأثير دوت عليه؟ شفت الفيديو طبعا حضرتك؟ أنا شفته وتأثرت وحزينة جدا. أنا حصل تحت أي ظرف من الظروف ما ينفعش أولادنا يكونوا أداة إن إحنا نستخدمها بالضغط على بعض، سواء من اتجاه الأم أو من اتجاه الأب. هو الولد كده تحول الى عروسه في ايد الاثنين، ده يصوره وده يقول له انت اللي عملت وانت اللي سويت. فين بقى انس في القصه دي كلها؟ استاذه هبه لو تسمحي لي انا هبدا حيث حضرتك انتهيتي. انا هقف عند النقطه اللي حضرتك قلتيها لانها نقطه مهمه جدا، وهي تسريب الفيديو. هو حتى لو كانت النيه كويسه ان هو كاثبات حاله ان الطفل مثلا حد مقومه على والده، كانت اثبات حاله، لكن النوايا الطيبه لا تنفي الافعال السيئه على فكره. وكون ان الاب هو اللي ما تنفيش تاثيرها على الولد النهارده، هي كده كده خلاص هي اثرت. يعني لو المشكله بينا اسريه كده دلوقتي حضرتك ملايين شافوها، الطفل وشه باين حتى مش معمول هيزي على وشه، صحابه في المدرسه، صحابه في النادي، اللي معاه في التمرين، يعني اللي ما تعرفش يعرف. يعني احنا يا ريت سواء حاله انس او غيره نبعد ولادنا خالص كاداه ضغط على الطرف الثاني. يعني على فكره انا مش بلوم طرف على حساب طرف، بلوم الولد على حساب الوالده ولا الوالده على حساب الولد. انا فعلا قلت احنا ما نعرفش طبيعه المشاكل اللي بينهم في البيت، واكيد مش دورنا بالضبط. لكن نتيجتها انا ليا النتيجه، ما انا بقول لحضرتك انا مش بلوم الام ان هي سخنت الولد او لقنت الولد كذا ولا بلوم كذا، بس انا اهم حاجه عندي الطفل. الطفل دلوقتي ضحيه، تاثيره ايه النفسي اللي هيتاثر؟ ان انا اسفه اتفضح. طب افرض مثلا ان ده ولد واب شاف مثلا ولد بنت مثلا وشافها مثلا ماشيه مع ولد او بحاجه وحشه مثلا، يفضح بنته علشان يوري للعالم مثلا ان مامتهم مثلا انا اسفه ان ما ربتش او كده. لا، احنا مش هنستخدم ولادنا اداه للضغط. حالتهم النفسيه لا. وهو استاذ كريم كمان طبعا انا بقدر جدا وجهه نظرك، ومن فضلك خليكي معايا، لان استاذ كريم بيقول السبب واللي وصله للحاله دي هو انه القانون ما بيسمحلوش يكون اب جيد لابنه، وما بيسمحلوش يقعد مع ابنه ولا يوديه. فانا عايزه بقى وجهه نظر القانون، هل احنا النهارده نعيب على القانون ولا نعيب على نفسنا احنا؟ انا معايا المستشاره هايدي فضالي، طبعا رئيس محكمه الاسره سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، مساء الخير. اهلا يا فندم. سمعتي حضرتك اكيد المداخله، ويمكن كمان الفيديو مع الانتشار الواسع، يعني الأربعة مليون شخص شافوا الفيديو وشافوا قصه انس. فبتشوفي النهاردة ازاي يعني إلقاء اللوم على القانون، مهما كان القانون يحتاج إلى تعديلات، ومهما كنا نتحدث عن أهمية التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، هل ده مبرر النهاردة؟ حقيقي الفيديو كارثي، ويمكن ده اللي احنا لدينا بيه كتير. أنا يمكن من أوائل الناس اللي كنت بناشد بالاستضافة وترتيب الأب اللي يكون في الترتيب الثاني في الحضانة في حالة الأب الأرمل طبعا، عشان ما يتحرمش الطفل من الأبوين معا، مع طبعا في تدابير احترازيه، منع من السفر للولد، موافقه كتابيه، كل ده بنلجي بيه علشان مش حق الاب لا حق الطفل. لكن الفيديو الكارثي اللي انا شفته النهارده علشان يعني ادي بس رساله كارثيه، على فكره ده لازم قانون يعاقب الابوين، لازم قانون يعاقب الابوين او يتسحب الطفل ده او اي طفل يتعرض للظرف البشع والقهر. الولد ده يروح فين؟ المفروض انس يبقى مع مين؟ المفروض يروح فين؟ المفروض يتسحب خالص من الاثنين، ولا مع الاب ولا مع ولا الام، ولا مع الام ولا مع الاب، يتسحب. الولد لما يتحط في الموقف ده يبقى في الاخر احنا بنربي مجرم او معتوه. يعني انا كنت رئيسه محكمه جنايات الاحداث، لما كنت بطلع على يعني مع تحفظي طبعا، وانا فاهمه قصد حضرتك، لكن اتمنى كل الخير لانس يعني، وانه يخرج من الموقف دوت سليم يعني مع نسبيه الكلمه. طب احنا ما عندناش، انا اتمنى ومع حضرتك مليون في المية، لكن المشهد ده يدل ان في كارثه، في مشكله طبعا، في مشكله. وعلى طب احنا ما عندناش قانون في مصر للاسر البديله. حضرتك بتقولي انه انس ما يبقاش مع الاب ولا مع الام، يتسحب يروح فين بالظبط؟ هقول لحضرتك، احنا زي ما احنا عاملين مشروع وعمالين بننزل بيه المشروع الجديد، وفي الاستضافه وفي المبيت وفي كل حاجه، وفي القايمه وفي ان احنا هنشيلها وفي الزواج، لا في بقى لازم عقاب للابوين
لو طلع تقرير مش مظبوط، لا لازم نعد برضو ونعمل ردع لده، والجريمة كل جريمة لازم يجي عقابة. يعني دي جريمة حضرتك بتسميها جريمة مش كده؟ أفندم؟ اللي حصل مع أنس ده بتسميه جريمة؟ أيوه حضرتك بتسمي اللي حصل مع أنس جريمة مش كده؟ بأكد على طبعا دي النقطة دي. جريمة. وبعدين أنا برمي اللوم الأكبر طبعا على الأب، لما أشوف الولد وهو بيقول أنا عايز 50 جنيه، ولا إحنا بنروح محاكم. طب هو رايح محاكم ليه؟ وأمه رايحة محكمة ليه؟ يعني أنا النهاردة لو أب رايح أتفاهم حتى بيني وبينها يعني مصانع الحداد، ملوش طب في علاقة ولد الولاد فين يا جماعة، إيه ملوش علاقة علاقة؟ أنت طلقتها، هي ما طلقتش ولادك، بالظبط. أنت بتقول عايز طب أشوفهم وعايز. خليكي معايا يا سيادة المستشارة، هرجع تاني للأستاذ كريم. أنا أظن النقطة دي واضحة يا أستاذ كريم، إحنا بنتكلم عن إن سلوك حضرتك في حد ذاته بتصوير الولد هو جريمة. طب ممكن أقول حاجة بس صغيرة؟ اتفضل. إحنا دلوقتي بنتكلم إن أنا غلطان والوالدة غلطانة وكل ده صح؟ الهدف الأساسي حضرتك من ما التصوير، عندكش شعور انه ده كان لا خطأ من أنا مش البداية؟ قصدي، لا مش معنى إن أنا بقول لحضرتك كده إن أنا بقول إن أنا مش غلطان. أي أنا بتكلم إن إحنا الهدف الأساسي من إيه؟ إن أنا ابني يتعالج، إن هو يتربى صح، يعرف يعني إيه والده، يعرف يعني إيه جده من ناحية الأم من الأب، ويعرف يعني إيه جدته من ناحية الأم. أنا أمي اتحرمت منه. يعني ما حضرتك بحضرتك دلوقتي بتبوظ مستقبل الولد عشان والدتك؟ أنا مش قصدي مش أبوظ، فاهمة أنا الولد والله، ما لقيته فاهمة. فجأة، حضرتك أنا فجأة لقيت بتنتقم الولد، يعني لوالدتك على أنا حساب مش الولد، بنتقم، ولا ايه اللي أنا انت مش بتعمله؟ بنتقم، أنا مش بنتقم، كل الموضوع إن أنا لقيت الولد أسلوبه متغير، أسلوبه بقى مش كويس خالص، الحاجة اللي هو فيها دي فقلت لو بقى فضل يبقى تصوره كده. بقى وارجع بقى انتقم منها أنا واقول لها ادي مش تربيتك يا هنتقم هانم، ولا ادي عايز اتفضلي انتقم ولا عملتي في ايه، دماغي انتقام. امي أنا هو ما بقالي بيعرفهاش، شوفي انت عملتي وسويتي، هل هو ده الغرض يعني؟ حضرتك أنا بقالي 3 سنين ونص محروم من عيالي تقريباً، أو 3 سنين من ساعة ما طلقت، من قبل ما طلقت أصلاً. أنا حضرتك طب بنتي كان وهو عندها حضرتك، شهرين، طب انا عندي سؤال بقى معلش اتحملني اتفضلي، شوية، أنا بنتي هو كان مش عندها الطلاق، شهرين، ما مش لما شفتهاش إلا بعد بنتطلق سنة وشهرين. يا استاذ كريم؟ واحدة واحدة اتفضلي عليا، حضرتك، هو احنا اتفضلي. مش النهارده لما بنتطلق ناخد قرار الطلاق كأشخاص عاقلين بالغين، قررنا ان احنا ننفصل عن شركاء حياتنا، احنا مش تمام. عارفين ان احنا مش هنشوف الولاد زي الأول؟ ولا دي مفاجأة؟ لا احنا كنا متفقين الاول، وعلى فكره حضرتك انا مش معلش، مطلق، لما انا حضرتك مش مطلق تنفصل كده، انا ابنك مش قعدت في معاك تحت المحاكم. سقف نفس البيت، مش كده ولا لأ؟ حضرتك هو انا مطلق بمزاجي؟ انا مش ايا بمزاجي. كان معلش اخدنا محدش معلش، ما هو حضرتك ما يعني ما تكتفتش وطلقت غصب عنك، انا طلقت حضرتك كان صح؟ مرفوع عليا قضيه طلاق اصلا للضرر. حضرتك طلقت ايا كانت ايه الاسباب، عارف تمام. انك مش هتشوف الولد زي ما انت تكون تحت سقف نفس البيت معاه، مش كده ولا حلو، لا؟ مش هتقل شويه، كنت طب متوقع ان هي هتقل تقل. شويه وبتشوفه اهو يعني، طب لما انت شفته عملت ايه؟ حضرتك قعدت انا تقول ثلاث، له مامتك وهسيبك زي مامتك وهعمل فيك زي مامتك واسوي انا فيك، ما قلتش كده، انا بحاول اقوم ابني، ما هو انا برضو دلوقتي وحضرتك هقوم كده بنتي امتى؟ قومته؟ ده تقويم انا مش عايزه يبقى يعني؟ ما مادي. زلت مقتنع بالكلام ده؟ حضرتك انا كلامي معاه ان انا مش عايزه يبقى مادي، انا لقيته فجأة بقى مادي، انا عايز ابعد عن ابني ان هو يبقى فتعقدوا مادي. بقى، فنعقدوا بقى ونقول له هنسيبك زي ما عملنا مع مامتك، مش حضرتك كده؟ اللي خلاني اعمل كده ان هو قال لي يا بابا انا خايف احضنك عشان جده هيضربني. انا ابني قالها لي، هو ده اللي خلاني ما طبعا قدرتش انا ادخل. يعني انا الكلام ده ما سمعتوش، واحتفظ بحق الرد. انا احنا بنحاول بالمناسبه مع والده ابني اللي قال انس لي، هو اللي قال لي، ابني اللي قال وجد لي يا انس بابا. لامه يعني، لكن لحد دلوقتي ما فيش نجاح في الوصول ليهم. اتمنى ان هم يعني كمان يدخلوا ويردوا ويسمعوا الكلام ده، بس هم بيقولوا هيردوا بالطرق القانونيه، من حقهم. طيب خليك معايا يا استاذ كريم، لان انا برضو كل اللي حضرتك قلته دوت اهم شيء بقى فيه، وعايزه اوصل لك رساله، اهم شيء في كل اللي احنا فيه دلوقتي دوت، ودايما بنقول التربيه ان احنا نزرع في الولاد ونزرع في البيت الخوف من ربنا، فعايزه اسمع راي الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا شيخنا. شيخ ابراهيم أسعد الله، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، اتفضلي. عايزه اعرف بقى راي حضرتك ايه يا فضيله الشيخ في كل اللي سمعته وفي الفيديو اللي اكيد شفته، وفي النهارده الوضع اللي بيحط الولاد يعني اداه في ايد الاب والام ينتقموا بيها من بعض. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. بحيي حضرتك على فتح القضية دي لأنها مهمة، من لم يهتم بأمر الأمة فليس من هذه الأمة. نريد أن نقول أن الله تعالى لما أباح لنا الزواج
قال عنه فإمساك بمعروف، أي لابد وأن يكون المعروف هو اللغة المتفق عليها بين الزوجين، أو عند استحالة العشرة تسريح بإحسان. للأسف نحن لا نسرح بإحسان، نحن ننتقم لا نسرح من الأب بإحسان. ننتقم من الأب، ننتقم من الأم، ننتقم من الابن عن طريق زرع الكراهية والحقد وتقديم مواطن يعني مهلهل إلى الأمة. سيدنا النبي لما احنا شطار نحفظ الأحاديث بس لكن ما بنطبقهاش، حين يقول تناكحوا تناسلوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، البعض بس متخيل إنه إيه الفضيلة الوحيدة إنه يخلف عيل، لكن ينفق العيل على بعد الولد كده يطلع إيه نربيه إزاي نسوي ينفق فيه على إيه الولد، لا يؤدبه يحسن تعليمه يحسن توجيهه يتقي الله فيه. يا سيدتي يا أستاذة هبة، أبناؤنا يستخدمون كقنابل موقوتة للأسف الشديد بدافع الانتقام، إما أن ينتقم الرجل من المرأة عن طريق الأبناء فيشوه الأم، وإما أن تنتقم الأم من الأب عن طريق الأبناء وتنتقم من الجد، بمعنى أنها لا تريد لهم أن يروا هذا الطفل أبدا. ومن هنا نحن وصلنا إلى الحضيض، وصلنا إلى مرحلة من أسوأ المراحل، والله الذي لا إله غيره الحيوانات عندها بر بأبنائها أكثر من بعض البشر. طب يا شيخ إبراهيم، ممكن حضرتك توجه رسالة للأستاذ كريم وهو سمعنا دلوقتي؟ ماذا ننتظر من طفل ونحن نزرع الكراهية في داخله؟ شيخ إبراهيم معلش قولنا تاني لوالد أنس، الأستاذ كريم والدة أنس برضو إن ما كانتش قادرة تبقى معانا لكن أكيد سمع. شيخ إبراهيم حضرتك معانا؟ أنا مع حضرتك، ودي صورة أصبحت نمطية، أصبحت صورة متكررة، أصبحت صورة مألوفة، إن بعض الآباء ينتقنوا عندنا وإحنا بنقوم بعدد من المصالحات بين الأسر وبعضها للأسف الشديد. يعني أنا قدامي حالة أب أنجب 3 من الأبناء بنت وولدين لم ينفق عليهم جنيه واحد. النهاردة أنا قدام شباب النهاردة طالعين بيقولوا إحنا ما نعرفش لينا أب لأنه لم ينفق علينا لم يحنوا علينا. كارثة بكل المقاييس، كارثة. أنا بشكرك طبعا الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، وبشكر والد أنس الأستاذ كريم كان معنا، وبشكر أيضا الأستاذة هبة الطماوي استشاري العلاقات الأسرية، والمستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا. الحقيقة بتالي نحن كل اللي سمعناه ده دلوقتي يخليني أقول كلمة أخيرة، لما نيجي نقول البنت والولد والشاب والشابة يتجوزوا قبل أي حاجة لازم يفكروا هل هم مناسبين لبعض، هل هم يقدروا يتحملوا بعض، هل هم عارفين يعني إيه حجم مسؤولية أفتح بيت وأربي ولاد، لأنك حضرتك مش بتصرف على البيت بس وانت مش بتنزلي الشغل وبس أو بتطبخي الأكل وتنظفي البيت وبس، مش هي دي المسؤولية. المسؤولية أن أنا بقى عارفة أن في ولاد جايين، والولاد والبنات اللي هخلفهم دول ما هماش بس في رقبتي ومسؤوليتي، لا دول أطفال هيكونوا جزء من المجتمع، ممكن تطلع للمجتمع نماذج مشوهة، ممكن تطلع للمجتمع نماذج فاسدة، ممكن تطلع للمجتمع نماذج غير صالحة أنها تكون جزء منه زي النبت الفاسد كده. فهل احنا النهاردة مستوعبين الكلام دوت؟ هل احنا النهاردة بنفكر في الكلام ده كله قبل ما ندخل في منظومة الجواز وقبل ما نخلف؟ لأن بالمناسبة لو أنت النهاردة ما اتفقتش مع شريك حياتك تقدر تنفصل وتمشي وخلاص، يا دار ما دخلك شر وانتهى الموضوع، ويعني بالمعروف وبالإحسان زي ما بيقولوا. بس طالما في ولاد الحسبة اختلفت، الحسبة اختلفت 360 درجة. الولاد دول إيه الأثر النفسي اللي هيقع عليهم؟ هيعيشوا ازاي في المجتمع؟ هيبصوا ازاي لاصحابهم وزمايلهم في المدرسه وجيرانهم طول ما ابوهم وامهم مقطعين بعض في المحاكم ومبهدلين بعض في كل مكان وسب وقصف في كل مكان ومشنعين على بعض؟ فكل الحاجات دي النهارده يعني انا شايفه ان هي محدش بيفكر فيها ومحدش بيعمل لها حساب، واسهل حاجه نتجوز ونطلق ونجيب عيال واحد واثنين وثلاثه، وبعدين نفاجئ بقصه زي قصه انس النهارده تدمي كده وتجرح وتوجع القلب من كتر ما الولد لما بيقول له
انا مش هحبك ببلاش، انا عايز 50 جنيه. انا قلتها له على فكره، قلت الاستاذ كريم هو مش عايز ال50 جنيه، هو عايز اب وعايز ام وعايز بيت مظبوط وعايز حب، لو ما نقدرش نوفر الحاجات دي بلاها منه الجواز. طبعا احنا يعني في الاخر لازم نقول انه التعديلات على قانون الاحوال الشخصيه بالتاكيد هتحل ازمات كتير جدا، وبالتاكيد هتعالج ثغرات كبيره جدا من اللي بتحصل في البيوت المصريه، وللاسف ان احنا بنشوفها بعد كده طالعه بقى على السوشيال ميديا وعلى المواقع وفي الصحف وفي الاخبار، نلاقي المآسي والفضايح ويعني كل المستور في البيوت المصريه نرجع نشوفه بعد كده على الملأ وفي المشاع بالطريقه دي. نتمنى ان قانون الاحوال الشخصيه الجديد والتعديلات اللي هتكون فيه تعالج المشاكل دي، لكن نرجع ونقول برضو ان لازم الصلاح يبدا من المنظومه الاسريه ومن اول قرار الجواز ومن اول التربيه. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع تاني الحقيقه، وكل بقى عشاق الرياضه وكل الناس اللي بتهتم بالرياضه، فاضل تقريبا اقل من نص ساعه وماتش النادي الاهلي مع اوكلاند سيتي طبعا اللي هو بطل نيوزيلندا في بطوله كاس العالم للانديه المقامه في المغرب يبدا. خليني اقول لكم ان المشاركه دي الاهلي هي المره الثالثه على التوالي والثامنه في تاريخه، وبيشارك ضمن الثلاث فرق بس فرق عربيه يعني في المونديال ده، هي فريق الوداد المغربي والهلال السعودي والنادي الاهلي. وطبعا كل الناس بقى مترقبه لان الماتش ده هيبقى مهم قوي وممكن يدي دفعه قويه لنادي الاهلي في البطوله كلها او في الكاس كله، خصوصا انه بيعتبر مفتاح التقدم في البطوله. معايا الناقد الرياضي محمد المهدي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بكل مستمعينك الكرام وجمهورك العظيم. قول لنا بقى تقييمك ايه للماتش اللي هيبدا خلاص يعني خلال اقل من نص ساعه، وخصوصا كمان نادي الاهلي النهارده بيبدا في حاله كده معنويه وبدنيه جيده، وحتى ما عند يعني ما فيش غيابات كتير الاصابات زي النسخه اللي فاتت يعني. يعني زي ما حضرتك ذكرت طبعا ماتش مهم جدا للنادي الاهلي، لان هو الماتش المفتاح يعني استكمال الحلم، يعني لانه ماتش النهارده هو ماتش افتتاح، بالتالي انه اي يعني نتيجه سلبيه للنادي الاهلي معنى كده انه هو هيغادر البطوله مبكرا، ولكن يعني نتمنى انه النادي الاهلي يعني يستكمل مشواره. الماتش مش صعب قوي على النادي الاهلي، لان اوكلاند ماتش مش صعب، لا مش صعب يعني فنيا، يعني الاهلي افضل فنيا من اوكلاند سيتي. كمان الاهلي عنده ميزه انه زي ما بيقولوا بلغه الكوره رجليه في الملعب اكثر، الدوري المصري يعني بدا بدري، الدوري النيوزيلندي يعني واقف من شهر 12، فبالتالي انه فرص لاعب النادي الاهلي ورجليها في الملعب اكثر. اوكلاند اضطر ان هو يعمل معسكر لمده 10 ايام في برشلونه قبل بدايه الاستعداد للمونديال، فبالتالي انه فنيا لا النادي الاهلي فرصه احسن. كمان كولر يعني منذ دقائق اعلن تشكيل النادي الاهلي، محمد الشناوي في حراسه المرمى وخط الدفاع علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، وقدامه في نص الملعب ثلاثه اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه وحسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف، وكهربا مشارك مش كده؟ اللي هي يا فندم؟ كهربا لا، كهربا على دكه البطلاء. طبعا زي ما حضرتك عارف القايمه 23، ففي يعني البطولات الدوريه اللي زي كده بيبقى ال 11 في الملعب وباقي 23 على دكه البطلاء. ايوه تستخدمهم في اي وقت من المباراه. تم استبعاد طبعا خمس لاعبين من القايمه النهائيه للنادي الاهلي المشاركه في المونديال، البرازيلي برونو صافي وايمن اشرف وكريستو التونسي واثنين من الشباب، فبالتالي ان الاهلي جاهز ما عندوش غيابات في كل الخطوط. كولر واضح ان هو مذاكر اوكلاند سيتي بشكل كبير جدا، بحيث ان هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب، حتى ماتشات الدوري يعني كان بيبقى فيه تبديلات بين انه كنا بنشوف ثنائيه بين اليو ديانج او مع السوليه واليو ديانج، وكولر جمعهم وقعد يكلمهم عن نقط الضعف في اوكلاند سيتي ونقط القوه ويعملوا ايه صح، والخطه والكلام ده كله قبل ساعات يمكن. بص ده طبيعي بيحصل كل ماتش، ان طبعا كان في اجتماع مع اللاعبين امبارح شرح كل شيء في اوكلاند سيتي ونقاط القوه ونقاط الضعف، والنهارده قبل ما يتوجهوا لملعب ابن بطوطه في مدينه طنجه المغربيه برضه اجتمع مع اللاعبين وشرح بقى الخطه بشكل دقيق وتكليفات كل لاعب. عايز اقول لحضرتك انه في الاف من الجماهير المغربيه احتشدت في ملعب ابن بطوطه لدعم وتشجيع النادي الاهلي في مهمته النهارده امام اوكلاند سيتي. اعتقد بشكل كبير انه حتى البعثه الرسميه للنادي الاهلي متفائله بشكل كبير بماتش النهارده امام اوكلاند سيتي، وواضح جدا على لاعيبه النادي الاهلي حتى من تصريحاتهم انه القصه مش واقفه عند النادي الاهلي بيشارك للمره الثالثه على التوالي والمرتين اللي فاتوا بياخد برونزيه، فبالتالي انه طموحات لاعبي النادي الاهلي رايحين لابعد من البرونزيه، ناس بيتكلموا ان هم ممكن يوصلوا للمباراه النهائيه، ويبقى ده اول انجاز للنادي الاهلي انه يوصل للمباراه النهائيه. بنتمنى لهم كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد المهدي،
كل التوفيق للنادي الأهلي. الماتش ده مهم قوي، هيبقى مفتاح لاستمرار في البطولة. لو كسبوا هيقابلوا سياتل ساوندرز في نص ربع النهائي، ولو كسبوا هيرجعوا يقابلوا ريال مدريد في نص النهائي. فبالتالي محطات كلها مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. كل التوفيق وكل الدعم. نروح بقى مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل ملفات وقضايا ومتابعات كتيرة في 90 دقيقة. خليكم معايا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة. مجموعة من الأخبار المهمة خليني أتوقف مع حضراتكم قدامها. النهاردة أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تولي المستشار أحمد فهمي منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفا له، وتمنى له التوفيق والنجاح. المستشار أحمد فهمي كان تولى منصب المستشار السياسي لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة، وكمان تولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة اللي كانت مطروحة والجمعية العامة للأمم المتحدة والجنهة الرئيسية، وكان عضو في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 ل 2022. كل التوفيق طبعا للمستشار أحمد فهمي، وكل التوفيق في ما هو قادم، خير خلف لخير سلف. خلينا نروح بقى مع حضراتكم لخبر آخر. الحقيقة النهاردة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، لقاء مهم. هو بيجري طبعا زيارة رسمية لمصر بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكان حاضر أيضا هذا اللقاء السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا في القاهرة. اللقاء دوت هو في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، تفعيل التعاون المشترك بينهم في كل المجالات بقى، عسكرية وأمنية وغيره، خصوصا في ضوء يعني الدور المهم اللي بتقوم به موريتانيا في مكافحة الإرهاب وتحديدا في منطقة الساحل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى شقيقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار. معايا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. سيادة السفير أهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. لا حضرتك الصوت بعيد جدا مش مسموع. هل حضرتك سمعني كده بشكل أفضل؟ الصوت بيقطع. زملائنا هيحاولوا أن هم يعني يظبطوا الجزئية التقنية دي، لكن أنا بشكل عام برحب بحضرتك معنا في 90 دقيقة. سيادة السفير لو سمعني. طيب احنا هنحاول نتواصل مع حضرتك يعني خلال دقائق بس يكون الصوت افضل، لانه بالفعل زياره مهمه ومن الواضح انه في تنسيق مصري موريتاني خصوصا في الجزئيه الخاصه بمكافحه الارهاب والشق الامني، فمهم ان احنا نفهم ابعاد القصه دي، والنهارده ممكن التعاون يشمل اي مناطق جغرافيه، خصوصا انه مصر كمان من الدول اللي ليها تجربة رائدة ومهمة في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وليها باع بقى يعني في الفترة الأخيرة خصوصا في ضبط الأمن ومكافحة هذه الأفكار المتطرفة بشكل كبير جدا، خلى دول كثيرة محيطة بنا تسعى للاستفادة من تجربتنا والحديث معنا في الجزئية دي. سيادة السفير حضرتك معايا؟ أيوة اتفضلي. أنا لسه سامع حضرتك. مساء الخير، برحب بحضرتك في 90 دقيقة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. الله يخليك. الحقيقة احنا بنتكلم عن النهاردة زيارة مهمة لوزير الدفاع الوطني في الجمهورية الموريتانية، حضرتك بتشوف الزيارة دي ازاي، أهميتها، أي أبعاد نقدر أو أي سياق نقدر نحط في هذه الزيارة؟ العلاقات ما بين مصر وموريتانيا هي علاقات تمتد بجذورها في عمق التاريخ وبتشمل مجالات عديدة، منها المجال الأمني والعسكري، بالإضافة طبعا إلى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وخاصة في القطاع الزراعي والثروة السمكية والبحرية والحيوانية. الزيارة في واقع الأمر لزيارة وزير الدفاع أعتقد بتيجي أساسا في الإطار الأمني والعسكري لمنطقة موريتانيا من ضمن منطقة غرب أفريقيا اللي بتنتظم في منظمة الإيكواس، منطقة غرب أفريقيا، وأيضا هي عضو في منطقة الساحل دول الخمس اللي بتواجه أنشطة إرهابية لحركات أو منظمات إرهابية متطرفة. وبالتالي أعتقد في هذا الإطار، في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، أعتقد هذه الزيارة بتجد في هذا الإطار الأمني والعسكري. بالإضافة طبعا هناك قضايا لموريتانيا ومصر دور محوري من خلال إطار التنسيق والتشاور فيما بينهم، ومن أبرز هذه القضايا هي القضية الليبية بصفة خاصة، خاصة أن موريتانيا كان لها دور في محاولة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية. إذن هذا التشاور المستمر بيجيء في الإطار الأمن والعلاقات الأمنية والعسكرية، بالإضافة طبعا إلى العلاقات الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بصفة خاصة، ومصر لها دور كبير في مجال هذا المجال، وممكن نقول برضو مرتبط ببناء القدرات في هذا المجال وفي المجالات الأخرى. حضرتك يعني وضعت إيدك على نقطتين مهمين جدا أو محورين مهمين جدا، طبعا مكافحة الإرهاب وأيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية، والجزئيتين دول صوت للأسف طيب. ضعيف جدا تاني. أنا بشكر حضرتك، طبعا كنت أتمنى أتابع النقاش معك أكتر. السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك. لما بنتكلم عن دور مصر المهم والرائد في القارة، بنتكلم عن جهود في مجالات مختلفة، مش بس في التنمية وفي التجارة وفي بناء البنية التحتية وكل ده، بنتكلم عن نموذج مهم بيتم التعاون معها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأيضا في مجال مكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة اللي للأسف يعني محدش اكتوى بنارها قدنا من يمكن يعني من 2013 وبدأنا
نشتغل على المسار ده بشكل يعني حياة أو موت بالنسبة لنا، لحد ما قدرنا نحقق الأمن والأمان، وده اللي خلى عدد كبير من الدول الإفريقية من حولنا بتلجأ للتجربة المصرية وللاستعانة بالدور المصري مع أهمية مصر في القارة الإفريقية. نقطة يعني موضوع مهم كان نتناقشه كده ولو ببانوراما سريعة. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بقى نتابع موضوعات أيضا مهمة، خصوصا النهاردة كان في تصريحات مهمة للدكتور مصطفى مدبولي تعرض فيها لمسألة الاستثمار، الرخصة الذهبية، الطروحات وبرنامج الطروحات المرتقب خلال الأيام القادمة ضمن المشروع الكبير أو ضمن الوثيقة المهمة اللي كنا بنتكلم عنها منذ أشهر، وهي وثيقة سياسة ملكية الدولة. بعد الفاصل هفتح مع حضراتكم الملف ده بالتفصيل ونفهم تحديدا ايه هي الشركات المطروحة، ايه هو برنامج الطروحات اكتر، وايه هو الهدف منه. بعد الفاصل. الـ2017 هو العام الذي تجمع به الشباب من جميع انحاء العالم لحضور منتدى شباب العالم لأول مرة، منصة بناها شباب واعد لإرسال رسالة سلام وازدهار ووئام وتقدم إلى العالم بأسره. منتدى شباب العالم تم عقده لأول مرة في مدينة شرم الشيخ، والتي تعرف بعاصمة شباب العالم ومدينة السلام، وهو الوصف المناسب للمدينة التي احتضنت العديد والعديد من مؤتمرات السلام الدولية. بدأ كل شيء في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الرابعة في عام 2017، عندما قامت اللجنة المنظمة للمؤتمرات الوطنية للشباب والمنبثقة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بدعوة عقول لامعة ذات رؤية مشتركة من جميع أنحاء العالم لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، والذي عقد في وقت لاحق من ذلك العام في مدينة شرم الشيخ وأقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن هنا من أرض السلام وأمامكم أعلن انطلاق أعمال منتدى شباب العالم. ومن التنظيم المتميز إلى معدل المشاركة الهائل، نجح المنتدى في خلق تجربة مثرية لا تنسى للشباب من جميع أنحاء العالم، كما مهد الطريق للمنتديات اللاحقة للحصول على الدعم المستمر من فخامة الرئيس على مدار 4 نسخ من منتدى شباب العالم منذ عام 2017 وحتى 2021. وعلى الرغم من تطور المنتدى كل عام من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستخدمة والزيادة الملحوظة في معدل المشاركة، إلا أنه لا يزال وفياً لأهدافه التأسيسية والركائز الثلاث التي بني عليها، وهي السلام والإبداع والتنمية. وعلى مر الأعوام منح المنتدى الفرصة للشباب للتواصل مع صانعي السياسات وحضور حلقات النقاش وورش العمل مع الخبراء والقادة من مختلف الصناعات، والسماح لهم بتبادل الآراء وتقديم المقترحات إلى صناع القرار. علاوة على ذلك، يمنح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال المبادرات التالية: مسرح الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للشباب الموهوبين لعرض مواهبهم والتواصل مع العالم من خلال الفن، World Youth Forum Labs with a Startup Vein لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الناجحين للتحدث عن تجاربهم لتشجيع الآخرين، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة والمؤسسون الشباب. وقد اتخذ المنتدى على عاتقه دعم الأفكار ذات الإمكانات الواعدة وتبني الشركات الناشئة المشاركة لتسريع وتيرة نموها وصقل مهارات مؤسسيها، نماذج المحاكاة لتوفير فرصة قيمة وتفاعلية وتعليمية للمشاركين للحصول على فهم أعمق لعملية النقاش الدولي،
وقد أقام المنتدى نموذج محاكاة الأمم المتحدة ونموذج محاكاة قمة النموذج العربي الإفريقي ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ونموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. Inspired، الحدث الذي يتيح للشباب فرصة المشاركة والاستماع إلى قصص ملهمة من حول العالم لإلهام الآخرين وتشجيعهم. Don't change yourself. Change the game. Free Dome، وهي المساحة التعليمية والترفيهية للتعبير والابتكار عن طريق التكنولوجيا. وفي عام 2018 احتفلنا بالركائز السبع للهوية المصرية والتاريخ الثري وراء ثقافتنا اليوم. I am very pleased to address you today at the opening of the World Youth Forum in this beautiful Sharm el-Sheikh. Let me congratulate Your Excellency President Sisi for your efforts in creating such a platform for young people from Egypt and the world to come together to discuss solutions to the most pressing issues of our time. وفي النصب التذكاري لإحياء الإنسانية قام 120 فنانة من مختلف أنحاء العالم بنحت تفسيرهم لقلب الإنسان في منحوتات صغيرة تقف اليوم كرمز للحب واللطف والوحدة. تقف هناك كتذكير بأنه مع تغير العالم ستبقى بعض الأشياء كما هي إلى الأبد، مثل قيمنا ورؤيتنا لعالم أفضل. ومن ثم في عام 2019 أكدنا أنه على الرغم من اختلافنا وتبايننا فإننا نشترك جميعاً في إنسانيتنا حيث تلتقي الحضارات. I'm looking forward to our panel discussion today and sharing my views on the relationship between robots and humans. رغم اختلافنا عن بعض كبشر إلا أنه ربنا حقيقي جمعنا على حاجة جوه كل واحد فينا، حاجة اسمها الإنسانية. وحتى في أحلك الأوقات أثبت شباب العالم أنه لا يزال بإمكاننا الاتحاد والعمل معاً للتغلب على أي تحديات. الموضوع الذي كان جوهر النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم معاً مرة أخرى. التاريخ بيقول إننا ما بنتعلمش. That is life, young man. Life is an opportunity. فما تبدأه اليوم ترى طرح ثماره في الغد. بكرة بيبدأ من النهار. Tomorrow starts now. Because now we are back together. وقد نجح منتدى شباب العالم في تمكين الشباب المصري وفي إحداث تأثير محلي وإقليمي وعالمي. وقد خرج بعدد كبير من التوصيات والقرارات التي تحولت إلى مبادرات ومشروعات، مثل مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني والذي كان بداية انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو أكبر تحالف للمجتمع المدني في مصر يهدف لتوفير الرعاية الاجتماعية. كما تعتبر الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أحد أهم مكتسبات المنتدى، والتي تحولت في غضون بضعة أعوام إلى ركيزة أساسية لتدريب كوادر مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المتدربين من الدول العربية والإفريقية. بإجمالي عدد متدربين وصل إلى 32,000، وذلك من خلال أكثر من 185 برنامجاً تدريبياً مختلفاً لأكثر من 60 جنسية عربية وإفريقية. كما لعب المنتدى دوراً إقليمياً لتمكين الشباب العربي والإفريقي في ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي عقد في أسوان، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة المقدم من الأكاديمية الوطنية للتدريب. وفي ديسمبر 2021 تم اعتماد الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACET. أما عالمياً فقد تواصل منتدى شباب العالم مع الشباب على مستوى العالم
من خلال جولاته في هايدلبرغ بألمانيا وسول بكوريا الجنوبية، كما نجح في الحصول على اعتراف دولي من العديد من المنظمات الدولية كاعتراف مجلس حقوق الإنسان الدولي في نسخته 41 بمنتدى شباب العالم كمنتدى دولي يناقش القضايا العالمية من منظور الشباب. وأشاد كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نسخته 59 ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالمساهمات القيمة التي قدمها منتدى شباب العالم. ومنذ بدايته في شرم الشيخ استمر فريق منتدى شباب العالم بكوادره الشابة في تنمية خبراته واكتساب المعرفة اللازمة لتنظيم الأحداث الضخمة، حتى عاد مجدداً إلى شرم الشيخ عام 2022. ولكن في حدث هو الأضخم عالمياً، حدث ضم أكثر من 190 دولة والمئات من المنظمات الدولية، عاد فريق منتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ ليأخذ دوراً محورياً في إدارة وتنظيم الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ COP27، والذي شهدت الوفود المشاركة به باحترافية التنظيم والاهتمام الملحوظ بالجوهر والمظهر في كل تفاصيل المؤتمر. ومع التغيرات العالمية وتزايد ضبابية المشهد، سيظل منتدى شباب العالم هو الوجهة الآمنة التي تستضيف شباب العالم وتجمعهم لمواجهة التحديات، لاستعادة شغفهم بالتعلم، إيمانهم بالإبداع، سعياً لتحقيق أحلامهم بنظام عالمي أكثر عدالة يتجاوز الصراعات ويحقق الخير والأمل للإنسانية. ومن هنا، من أرض السلام والمحبة، أرض سيناء الغالية، أتوجه ومعي شباب العالم برسالات الحب والتآخي إلى كل العالم، وأؤكد أنني وشباب مصر قد عقدنا العزم والإرادة على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية. ودعونا نردد معا شباب مصر والعالم، تحيا مصر. دايماً جمعانا وتملي معانا، هنا أرض سلام، قدامنا طريق في مشيد وإحنا الإيد في الإيد، جوانا قرار كل نهار نبدأ حلم جديد. And here we are now. خير على حضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة. خليني بقى أنقل لكم تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النهاردة. هو اتكلم عن أكتر من جزئية، طبعا الجزئية الخاصة بالرخصة الذهبية، وده يعني جزء كبير من الجهد اللي بتقوم به الحكومة في الفترة الأخيرة بهدف التسهيل على المستثمر. النهاردة المستثمر لما بيجي بلدك هو عايز إيه؟ إن كان أجنبي أو حتى مستثمر محلي وطني، هو عايز إيه؟ هو عايز إجراءاته تبقى سهلة وبسيطة، مش عايز يقعد يلف على 300 جهة ويقعد يروح معرفش يجيب التأشيرة والتأشيرة الأرض ويجيب رخصة للبناء الصناعي وبعدين يجيب رخصة معرفش لإيه. هو مش عايز يلف اللفة دي، هو عايز يروح مكان واحد
ياخد منه رخصته، يشوف إجراءاته إيه، يدفع الفلوس اللي عليه ويمشي بقى في إجراءات استثماره ويمشي في إجراءات مشروعه وربنا يسهله ويكسب. فالنهاردة التفاصيل اللي كانت معقدة والإجراءات اللي كانت معقدة جدا في موضوع الاستثمار، في شغل على إنها تبقى أسهل، وفي شغل على إنها تبقى أيسر، وفي شغل على إنها تاخد وقت أقصر بكتير. ده من خلال أو كله بيتحط تحت مظلة الرخصة الذهبية. رخصة واحدة بتسهل لك كل اللفة دي وكل الإجراءات دي، عبارة عن كارت ذكي. الكارت الذكي ده عليه الكيو آر كود اللي هو بيتعمل له سكانينج، ده فيه كل البيانات الخاصة سواء بالرخصة، بالمنشأة، بالمستثمر نفسه، كل اللي هيحتاجه المستثمر دوت. فده تم الحديث عنه، وفعلا في الفترة اللي فاتت كنا يمكن كل شوية بنتابع أخبار عن يعني جهات أخذت الرخصة الذهبية دي، كله مقدم ويجي مجلس الوزراء بيدرس ويبحث ويشوف ويدي الموافقة. الموافقة دي طبعا بتبقى بتسهل الأمور كتير جدا على أي مستثمر سواء كان أجنبي أو هو مستثمر محلي. طيب الجزئية الثانية، وهو ده مرتبط برضو بالمناسبة بموضوع الاستثمار، عشان تقدر برضو تتكلم عن تشجيع الاستثمار في البلد، فأنت محتاج تطبق وتنفذ وثيقة سياسة وثيقة ملكية الدولة. بمعنى نحدد إيه هي القطاعات اللي الدولة موجودة فيها بتقلها، واللي هي ما بيدخلهاش القطاع الخاص أو ما بيرحبش القطاع الخاص بالشغل فيها، ونحدد المجالات اللي هي هتبقى للقطاع الخاص، ونحدد برضو المجالات اللي الدولة هتشتغل فيها مع القطاع الخاص بنسب معينة. ده ملخص فكرة أو مشروع وثيقة ملكية الدولة. ده تم الحديث عنه من فترة، الحكومة قعدت تدرس وتبحث وتدور الوثيقة دي يكون فيها بنود إيه، والحكومة هتبقى موجودة في أنهي قطاعات وبنسبة كام في المية، لحد لما خرجت الوثيقة للنور بعد دراسات وبعد أبحاث ومناقشات كثيرة. النتيجة الوثيقة دي أو يعني الخطوة اللاحقة للوثيقة دي هو برنامج الطروحات. وهنا بقى عايزة أقف، أنا حكيت المقدمة دي عشان هقول لحضراتكم إن وثيقة ملكية الدولة هينتج عنها أو تحتيها كده نشد سهم ونروح لبرنامج الطروحات. برنامج الطروحات في حد ذاته هو بقى اللي فيه سوء فهم، فيه الناس مش فاهمة ايه برنامج الطروحات، وفي هنا التباس او في هنا خلط، يعني حاجتين داخلين في بعض، ما بين ان انا كدولة او كشركة او كرجل اعمال، خليني ابسطها كده واخد يعني المثال السهل قوي. انت رجل اعمال النهاردة عندك مشروع، عندك شركة، قدامك اختيارين، يا اما تفضل على حالك بحجم شركتك بحجم الافرع اللي عندك وخلاص ملكك بالكامل الشركة دي، او انك انت تبدأ تطرح أجزاء من الشركة بتاعتك دي تطرحها في البورصة أو تطرحها للشراكة مع مستثمر أو شريك استراتيجي. الهدف إيه؟ يخش معاك يزود راس المال، لما يزيد راس المال يزيد الإنتاج، لما يزيد الإنتاج فرص عمل وشغل ودايرة الاقتصاد وعجلة الاقتصاد بتدور. آدي تصور. طب الناس فاهمة إيه؟ أو أحياناً بيلتبس الأمر فبيتفهم إيه؟ بيتفهم إن برنامج الطروحات ده هو عبارة عن إن الدولة معهاش فلوس مفلسة وبتخسر، فمضطرة بقى تبيع كل اللي معاها عشان تلاقي فلوس. فرق شاسع بين الأمرين. لما توسع رأس مالك وتزود رأس مالك وتطرح الأصول اللي عندك تطرحها للمستثمر سواء كان أجنبي أو مستثمر محلي أو كان حتى للقاعدة الشعبية من الناس من خلال البورصة، أنت كده بتزود في رأس مالك. طبعا ده برضو نرجع ونقول ده بيتعمل وفقا لضوابط معينة في قطاعات محددة، مش أي مجال وخلاص ومش أي قطاع وخلاص، وبيتعامل ببرامج مدروسة، ببرامج علمية. هنتكلم أكتر في الجزئية دي وإيه الطريقة اللي نجمع بيها ما بين الدولة والقطاع الخاص، وده معناه إيه، وإيه البرنامج بقى اللي احنا شغالين عليه في الفترة اللي جاية في الطروحات، كم شركة هتنزل في البورصة، كم شركة أو أصول الدولة هيتم يعني شراء أجزاء منها أو الاستثمار فيها، ده هنتكلم فيه. بس عايزاكم تسمعوا معايا الجزء بقى الخاص بدوت في كلمة دولة رئيس الوزراء النهاردة. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع يعني دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكان توجيه سيادته للحكومة بالإسراع بموضوع الرخص الذهبية وإصدار الرخص الذهبية. الحقيقة المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على 9 رخص
بصورة مبدئية. والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي ان انا اعرض على حضراتكم يعني ان في ايدي دلوقتي التسع رخص اللي فعلا تم اصدارهم، وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني بطريقة غير تقليدية وطبقا للتقنيات الجديدة. الرخصة بتطلع في صورة كارت ذكي، بيبقى فيه طبعا كيو ار كود بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصة بهذه الرخصة. والحقيقة دي يعني خطوة مهمة جدا الدولة النهاردة بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحلة بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات اللي احنا قلنا انها هتكون جديرة انها تاخد الرخص الذهبية. وعايز اقول كمان ان المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الانشطة اللي ممكن انها تبقى تسري عليها الموضوعات الرخصة الذهبية. بالفعل النهاردة اضفنا مجموعة اخرى من الانشطة، والحقيقة ايضا النهاردة وافقنا على اصدار 4 رخص اخرى، وبالتالي هيبقى فيه النهاردة 4 رخص هتبدأ هيئة الاستثمار انها تستكمل الاجراءات والورق بتاعتهم بحيث برضو تخرج بالشكل اللي انا وريته لحضراتكم. واحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم محددين مدة زمنية بحد اقصى ان شاء الله تبقى هيئة الاستثمار بتصدر فيها هذه الرخص. كل دي هدفها ببساطة شديدة ان احنا نمكن القطاع الخاص في هذه المرحلة على التوسع وزيادة الأنشطة اللي بيقوم بيها لخلق فرص عمل جديدة، والدولة المصرية كلها بتدعمه. ويمكن عشان كده أنا بأكد ورسالة لكل القطاع الخاص اللي موجود في مصر، احنا الدولة المصرية حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على يعني تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة. واهم شيء ان انا بدعو كل اصحاب المشروعات ان هم برضو ان هم يتقدموا، صحيح بيقدموا لكل الجهات المعنية عشان الحصول على الرخص، ولكن احنا في لجنة مختصة بهذا الموضوع جوه مجلس الوزراء تحت اشرافي الشخصي بتجتمع بصورة تقريبا اسبوعية او كل اسبوعين على الاكثر. فبشجع القطاع الخاص ان هو يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء هنا لو حابب ان هو ايضا يعني يبقى ده منفذ اخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية بجانب طبعا هيئة الاستثمار وبقية الجهات المعنية الاخرى. فده الحقيقة توجه مهم جدا الدولة المصرية حريصة فيه، وان شاء الله المرحلة الجاية هتبقى بتشهد اصدار وموافقات لعدد اكبر من الرخص الذهبية باذن الله. الحقيقة احنا برضو على طول على مدار اليوم بيبقى فيه تنسيق كامل مع البنك المركزي ومع السيد المحافظ، والحمد لله هدف هذا الموضوع هو ضمان استمرار اخراج كل السلع اللي موجودة في المواني. زي ما قلت لحضراتكم يمكن يوم السبت الماضي احنا خلاص رجعنا تاني الى ما كنا عليه قبل عام مضى، وفعلا انا بتأكد يوميا ان الامور مستقرة وان الحمد لله دلوقتي بقت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الازمة. وده دايما بيحصل من خلال التنسيق المستمر والدائم مع البنك المركزي. والحقيقة يمكن المجلس حريص كل الحرص في هذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الانتاجية وعلى الأخص قطاع الصناعة. ويمكن يعني احنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم، بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتم متابعتها علشان نقدر ان احنا نتجاوز اي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة. لان طبعا زي توجيهات فخامة الرئيس هو ده القطاع الاهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه. ولكن ايضا كان هناك الحقيقة تحدي كان بيواجه القطاع العقاري في ضوء طبعا ارتفاع الاسعار المواد البناء والمستلزمات البناء كلها، والمشاكل كمان في ندرة بعض هذه المواد. كان الحقيقة جلسنا مع قطاع التطوير العقاري أكثر من جلسة، وكانوا يعني حددوا عدد من المطالب. والحقيقة يمكن يعني بناء على يعني التنسيق مع السيد وزير الإسكان، الحقيقة كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع أول امبارح، وبالفعل أصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري. ويمكن خليني أقول لحضراتكم أهم 3 قرارات صدرت. إن إحنا هنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها اللي موجودة. يعني لو واحد واخد 5 سنين بنديله كمان سنة إضافية فوق السنة دي، وبنرحل الأقساط المستحقة كانت على المطور لنفس المدد.
وبالتالي ده بنديله يعني نقلل الضغط الكبير اللي كان واقع عليهم، واللي حصل تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في أعمال التنفيذ، فبالتالي بنديلهم 20% من المدد الزمنية الإجمالية اللي كانت مقررة للمشروع بتاعه. في نفس الوقت، وده كان قرار آخر مطلب من مطالب المطورين العقاريين، احنا كنا بنعتبر ان المشروع مكتمل، وبالتالي ما بنضغطش على المطور ان هو يكمل بقية المشروع عندما تصل نسبة التنفيذ الى 90% من المشروع، فكنا بنسيب له 10% يقدر ان هو ينفذها على مدى زمني، يعني ما فيش بقى مدى زمني محدد. برضو هيئة المجتمعات خفضت النسبة، بدل ما تكون 90 تبقى 85%، وبالتالي بندي فسحة للمطور ان هو يقدر يستكمل المشروع بعد كده بصورة الظروف المناسبة ليه. ايضا كان هناك الحقيقة طلب وبرضو تم الموافقة عليه، الحقيقة كان بيبقى هناك فايدة اضافية بتفرض من قبل وزارة المالية كانت بتساوي 2% إضافية. برضو مجلس هيئة المجتمعات بحضور السيد وزير المالية تفضلوا بالموافقة على تخفيض النسبة من 2% إلى 1%، ودي كلها قرارات الحقيقة كانت مهمة جدا إنها تتاخد علشان دعم طبعا القطاع التطوير العقاري، وده قطاع مهم جدا في الاقتصاد المصري عشان يواجه الظروف الاستثنائية اللي احنا بنواجهها. إشارات الحقيقة كتير ومختلفة في كلام الدكتور مصطفى مدبولي، إما بالتسهيلات الأخيرة يعني لأصحاب بقى المشاريع والاستثمار سواء كان صناعي أو زراعي، وبرضو كان في إشارة مهمة لي إن في لجنة بتعكف باستمرار على دراسة طلبات الرخص الذهبية بيشرف عليها طبعا بنفسه الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة لمد بقى الأجال الزمنية لموضوع التحصيلات الضريبية، يعني مجموعة من التحركات كلها ماشية على خط واحد بهدف تشجيع الاستثمارات. خلينا نتكلم أكتر ونفهم أكتر عن برنامج الحكومة، خصوصا الجزئية بتاعة الطروحات دي، من دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اولا عايزه من حضرتك كده قراءه عن مجمل اشارات ورسائل الدكتور مصطفى مدبولي، كلها كانت منصبه او موجهه لفكره دعم وتشجيع الاستثمارات سواء كانت اجنبيه او محليه. رساله اليوم اعتقد انها فيها جزء كبير جدا من الطمانه للمستثمرين والمصريين بشكل عام، ان يكون هناك خطه للحكومه مستقبليه، سواء كانت في طرح شركات في البورصة المصرية، سواء كانت في الرخصة الذهبية، حتى القلق والتخوف من وجود أو تواجد الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل كبير. يمكن هو النهاردة كان في حتى جملة لطيفة قالت أنه معظم المستثمرين اللي كان بيجوا مصر النسب الأرباح أو الفوائد المالية بتتحقق ليهم بيتم استخدامها مرة أخرى في عملية توسع في حجم الاستثمارات، ما بيتمش خروج هذه الاستثمارات او هذه المبالغ من خارج الدوله. هي وسائل طمانه للمستثمر. لانه دي معلش خليني القي الضوء هنا على الجزئيه اللي حضرتك بتقولها، دايما في التخوف وهو تخوف يعني مشروع بس يستاهل ان احنا نفهمه ونقف قدامه ونفنده، ان الاستثمارات الاجنبيه لما بتيجي خصوصا لو هي ليها علاقه باصول مملوكه للدوله، من حق المستثمر ده ان هو بعد كده يخرج بالاموال، بعد كده يبيع يتصرف اي تصرفات هو يعني عايزها وما تكونش ليها علاقة بمصالحنا احنا. فنفند الجزئية دي مع حضرتك. لا، احنا في الجزئية دي اولا فكرة الاستثمار الاجنبي دي موجودة في العالم كله، يعني ما فيش دولة في العالم هي قايمة على استثمارات محلية دون وجود استثمارات اجنبية، لان الاستثمار الاجنبي معناه ضخ اموال جديدة في شرايين اي اقتصاد اي دولة، والمصر بتسعى ان يكون عندها استثمارات اجنبية. طب النهارده المستثمر ده النهارده شريك في شركه او مستثمر عنده مصنع او شركه داخل الدوله المصريه بيحقق فوائد ماليه او ارباح في نهايه العام، بيدفع الضريبه، بيدفع التامينات، بيدفع كل المستلزمات والقيمه المستحقه عليه بحقوق الدوله والخزانه العامه. الفوائد الماليه ليه قدامه حلين، يا اما يستخدمها في توسع لهذه المشروعات او انه بيحول جزء منها خارج البلاد لبلده الأصلي. طيب دي عليها طيب أي نوع من أنواع الضوابط اللي هو الاختيار الثاني إنه الفوائد يطلعها برا؟ الحديث اليوم كان عن أنا آسف الصوت بس مش واضح لحضرتك. طب اتفضل حضرتك لو تكمل فكرتك. ألو
دكتور عبد المنعم اتفضل، احنا سامعين حضرتك انت على الهوا. انا الصوت بس. دكتور عبد المنعم حضرتك سامعني؟ يمكن ما فيش شبكه، اذا حضرتك تتحرك من مكانك شويه. خط قطع. طيب هنحاول نتواصل مع الدكتور عبد المنعم مره تانية، لانه الحقيقه برنامج الطروحات ده يعني برنامج مهم جدا، مش بس لان هو جزء من او هو الترجمه الفعليه والحقيقيه لوثيقه ملكيه الدوله، لكن ايضا لانه بعض الناس اختلط عندها الموضوع او فهمه فكره الطروحات بشكل خاطئ او بشكل سلبي او حطاه في سياق سلبي. مهم النهارده ان احنا نفهم ان ده نوع من انواع تشجيع الاستثمارات في مصر، مهم ان احنا نفهم انه توسيع راس المال او توسيع قاعده المشاركه الشعبيه وفتح المجال للمستثمر ان هو يدخل في يعني بعض الشركات وبعض المؤسسات هو شيء ايجابي. رجع لنا مره تانية الدكتور عبد المنعم، مساء الخير، حضرتك سامعني؟ انا هكمل بس الفكره اللي انا بتكلم عنها. تفضل. وهي ان المستثمر لما يقوم في نهايه العام المالي لو حقق فوائد ماليه بيدفع عنها الضريبه المستحقه للدوله الخزانه العامه وسداد كل المستحقات. الفوائد الماليه بيتم استخدامها او الارباح المحققه ليه او المتبقي صافي الربح بعد سداد الضريبه بيتم ان هو ممكن يحول جزء منه لبلده، وده شيء طبيعي، او يقوم بعمليه توسع في عمليه الانتاج. النهارده دوله رئيس الوزراء تحدث انه اغلبيه او يعني بفحص معظم المستثمرين الاجانب او غير المصريين المتواجدين على الاراضي المصريه، لا بيستخدم جزء كبير جدا من حجم استثماراته او حجم الارباح المحققه في توسع المشروعات القائمه الخاصه به، وبالتالي فما عنديش خوف ما عنديش قلق ان يكون هذا المستثمر قام بعمليه انه يتوسع في مشروع، او انه عندي قلق انه ياخد جزء من ارباحه ويحولها خارج البلاد بصفتك المستثمر. وحتى ان قام بذلك ده حق اصيل لاي مستثمر في اي دوله، يعني انا لو عندي استثمارات في ايطاليا طب انا من حقي بعديها بعد ما احقق الارباح، انا هدف الاستثمار الاساسي ان انا افتح تشغيل للناس، ازود منتج داخل الدوله، ان انا ازود الصادرات داخل لهذه الدوله، ده الاساس، ده العوامل الاساسيه. لكن المستثمر حقق ارباحه طب من حقه ان يقوم بتحويل هذه المبالغ جزء منها او كلها، ده حق اصيل. وان كان دوله رئيس الوزراء النهارده في حديثه مستعرض هذا الموضوع انه قال لا انا عندي جزء كبير جدا او 80% تحديدا حسب المقوله بيقوموا بتوسع في حجم استثماراتهم داخل السوق المصري، ما بيتمش تحويل الفوائد الماليه او صافي الارباح المحققه بعد سداد الضريبه وبعد سداد الالتزامات التي عليها. دكتور عبد المنعم لو حضرتك سمعني، احنا النهارده محتاجين ايه اكتر؟ محتاجين المستثمر الاجنبي ولا محتاجين طرح الشركات في البورصه وتوسيع قاعده المشاركه الشعبيه فيها؟ القطاع الخاص عمود او هو يعني قاطره التنميه في اي دوله. التوسع في حجم القطاع الخاص ده شيء اساسي. النهارده معظم الاستثمارات التي تمت في مصر خلال الخمس سنوات الماضيه كان الحكومة أو الدولة هي التي تقوم بعملية الإنفاق الاستثماري، أو هي اللي بتقوم على المشروعات الكبيرة، لأن إحنا كنا في مرحلة بنعمل مشروعات بنية تحتية، في مرحلة مشروعات ضخمة ومشروعات كبيرة جدا يمكن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها. النهاردة توجه الدولة من خلال وثيقة ملكية الدولة تقوم بالتوجه إلى التوسيع أو التوسع للقطاع الخاص. فوجود فرصة ان يكون هناك اطروحات جديدة او شركات يتم طرحها داخل البورصة المصرية ده شيء مهم جدا، لهدف اولا ان انا بزيد من حجم القطاع الخاص، ملكية او مشاركة ومساهمة المصريين للشركات المملوكة للدولة وان هم يكونوا شركاء في هذه الشركات، اعتقد ده شيء جيد جدا لانه هيبقى مصدر للدخل. ايضا انه هيشجع القطاع الخاص ان يطرح مجموعة من الشركات المملوكه لي في البورصه المصريه، لان البورصه المصريه مش الهدف، او البورصه عامه مش الهدف الاساسي منها ان انا اضاغط فيها واشتري السهم ب 10 جنيه وابيعه ب 12 جنيه وابقى انا حققت كده ربح 2 جنيه. لا، الهدف الاساسي من البورصه انها جهه تمويل زي البنك، بدل ما ادخل انا عندي مشروع، بدل ما ادخل لبنك اتوسع واخد قرض ومحمل بفايده 17%، لا انا عندي امكانيه ان انا اوسع قاعده الملكيه وتحصل على اموال
لزيادة حجم المشروع أو زيادة خط إنتاج جديد في المشروع، فيكون هناك فكرة إن يكون عندي تمويل، البورصة كأداة تمويلية للمشروع. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. هروح بقى مع حضراتكم لموضوع الحياة مختلف شوية، وإحنا دايما عندنا وقفات أو مرور على الملف السياحي في مصر. يعني إحنا مش بس عندنا أهرامات وأثار ومعمار عظيم في مصر وشواطئ ويعني مناظر طبيعية وخلابة، لكن واحد من أهم الحاجات اللي الناس بتيجي من كل حتة من العالم عشان تشوفها هي المتاحف المصرية، والتحديد اللي هكلمكم عنه دلوقتي ده هو متحف متنوع جدا ومختلف جدا، وهو متحف الرمال الشهير في الغردقة. ده بقى بتحطه شركات السياحة ضمن برامجها السياحية، جواه تماثيل أسطورية، جواه شخصيات تاريخية كلها مصنوعة من الرمال، سواء كانت شخصيات يعني بتنتمي للعصر الحديث أو حتى للعصور القديمة. عايز أقول لحضراتكم من المتحف ده في حوالي 40 تمثال لشخصية شهيرة، وكمان في مجسمات لعجائب الدنيا السبع، الأهرامات وأبو الهول. خلينا نقف أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن متحف الرمال، ونلقي الضوء كده على أحد المعالم المصرية المهمة من الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات وكالات السفر والسياحة باتحاد الغرف السياحية. أهلا وسهلا بك يا أستاذ مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هيبة، بس يا ريت الصوت بس بتاعك يتوضح شوية. هو احنا عندنا النهاردة حاجة من الواضح في الصوت، الصوت بعيد أو يعني منخفض شوية، خليني أحاول أعلي صوتي حتى تسمعني يمكن أفضل. بنتكلم عن متحف الرمال، لو تحكي لنا تاريخه، لو تحكي لنا أهمية المتحف ده، وليه هو النهاردة بيتحط ضمن برامج شركات السياحة؟ هو طبعا مدينة الغردقة في البحر الأحمر من أهم المدن المصرية، وكانت صممت على أنها تبقى مدينة مليونية، يعني يسكنها تقريبا بين سائحين وأجانب ومصريين مليون مواطن، ولسه فيها مساحات كتيرة جدا يقدر يتعمل فيها مشاريع، وده اللي احنا بنطالب بيه، ان احنا نعمل دائما هذه المتاحف وهذه الخدمة السياحية، ما يبقاش بس مجرد الناس تيجي تنزل البحر وخلاص على كده. ففعلا مدينة الغردقة مع سيادة المحافظ اللي موجود دلوقتي حنفي بيه، فشغالين كويس جدا، وفي تطور هام جدا بتشهد المحافظة. وطبعا الظهير السياحي ده بيبقى ظهير هام جدا، ان يجي السائح ينزل، بجانب ان احنا دلوقتي بدأنا جزئية هامة جدا في مدينة الغردقة اللي هي Run to Egypt. Run to Egypt اللي هو ندعو جميع الأجانب بتوع دول الاتحاد الأوروبي اللي بيعانوا من برودة الجو ان يجوا ينزلوا في الفنادق بتاعت الغردقة، حتى واحد يعني الديلي ميل وهي صحيفة بريطانية شهيرة، احنا لازم نصور. بقول لحضرتك انه حتى الديلي ميل وهي صحيفة بريطانية شهيرة كانت عاملة زي كده حسبة لتكلفة المعيشة في مصر لمدة شهر كامل في مقابل، وقارنتها بتكلفة المعيشة في بريطانيا برضو على مدار شهر بفواتير الطاقة المرتفعة جدا، بتكلفة الحياة اللي زادت بالغلا، ولقيت ان شهر في مصر شهر بالكامل في مصر في فندق يعني زي الفل، وتكلفة وبرامج سياحية وجولات وأماكن كتير حلوة ومهمة وشواطئ هتبقى أقل من شهر كامل في بريطانيا، فده أكيد عنصر مهم نشتغل عليه. مش عارفة أنا عندنا مشكلة فعلا في الصوت، بيبقى عنصر هام. هستأذن حضرتك لو فتح التلفزيون يمكن هو ده السبب. لا أنا موطي الصوت كده كويس؟ تفضل. فأنا بقول لك العنصر السعري كعنصر هام، ما في عناصر في المنافسة بتبقى المنافسة السياحية بتبقى عنصر خدمي وعنصر سعري، فعنصر السعر اللي حضرتك اتكلمت عليه إن لما يتحسب إقامته هنا وإنه موجود هنا بيبقى أقل من ثمن الكهرباء عنده، ولكن هو لما يجي هنا وهيعشق هنا وهيعشق مناخ هنا هتعود مصر للأجانب كمكان مفضل للإقامة والمعيشة، لأن مصر طول عمرها كان بينصح بها للأجانب، وحتى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، لأن لورد كارنارفون من أغنى أغنياء إنجلترا هو كان نصح بأنه يجي مصر
ويقعد في الأقصر بالذات عشان جو الأقصر الجاف، لأنه هو كان بيشكو من أمراض صدرية. فجو الأقصر وجو الغردقة جو رائع. أنت عندك في مدينة الغردقة ومدينة مرسى علم مدينتين مليوناتين، ممكن لو فعلا تم تطويرهم وتم إصدار حوافز زي ما حضرتك كنت بتتكلمي عن الاستثمار والبطاقة الذهبية، إحنا عايزين تسهيلات للمستثمرين طبعا. أنا عشان أجذب مستثمر أجنبي يجي يستثمر وتبقى فعلا الغردقة مدينة مليونية وتشهد بخدمات سياحية كبيرة، ومدينة مرسى علم تبقى مدينة مليونية، لازم أدي حافز مهم جدا للمستثمر طبعا. أقول له أنت عندك 5 سنين إعفاء جمركي وإعفاء ضريبي، هو يبتدي يجي مرتاح يعمل مشروع ويكسب. وزي ما قال الدكتور اللي كان مع سعادتك، الهدف من المشروع أن الدولة يبقى ليها إنتاج، يبقى فيها عمل وطاقة عمل والآخر، فده هيتحقق. أنا أسيبه يبني، أسيبه يعمل مشروعه في 3 سنين ووفر له كل الظروف وكل الإمكانيات، يبتدي بقى الحساب على إذا كان ضرائب أو لا. شكرا لحضرتك الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات وكالات السفر والسياحة باتحاد الغرف السياحية. مش عايزين نفوت فتفوتة عندنا في البلد، سواء كانت حاجة طبيعية، سواء كانت آثار، سواء كانت حاجة يعني جو بنملكه، أي نقطة قوة عندنا في البلد لازم نوظفها ونستخدمها ونركز عليها ونكبرها ونسوق لها ونبيعها بره، لأن في الحقيقة دول كتير ما عندهاش ربع اللي عندنا في السياحة، ولا عندهم المناظر الطبيعية اللي عندنا، ولا عندهم الجو، ولا عندهم الآثار اللي عندنا، ومع ذلك بيحققوا معدلات سياحة أعلى بكتير. النهاردة مش عايزين نسيب ولا فتفوتة، وعايزين نعالج بقى أوجه القصور. مش معقول بلد زي مصر بحجم الآثار اللي فيها، احنا عايمين على آثار، عايمين على تاريخ، عايمين على حضارة عريقة يعني لا تقدر بتمن. مش معقول دولة زي دي النهاردة لسه عندنا منشآت فندقية أقل بكثير من طاقتنا وإمكانياتنا ومن العدد اللي احنا عايزين نستهدفه من السياح. عشان كده كانت نقطة مهمة قوي اللي اتكلم فيها الأستاذ مجدي، وهي دعم الاستثمار في مجال السياحة وتوفير بقى كل الإعفاءات وكل التسهيلات لأي مستثمر عايز يحط فلوس في البنية التحتية، فنادق، يعني منشآت سياحية، كل اللي احنا نقدر نعمله عشان نستقبل أعداد أكبر وأكبر من السائحين. بعد الفاصل هنطلع دلوقتي الفاصل، هرجع بقى مع حضراتكم لموضوع آخر مهم جدا، وهو يعني واحد من الملفات اللي دايما كنا بنتكلم عنها في مصر، وهي الإسكان الاجتماعي. تقدم كبير حصل في الملف ده والتطور كبير حصل فيه، عايزين نعرف احنا واصلين لحد فين، حققنا ايه في الملف ده وايه اللي لسه جاي. بعد الفاصل. تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة، وفي إطار الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، أقام قطاع الحماية المجتمعية نهائي مسابقة كرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور وفد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين. حيث تم تسليم الفائزين الكؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات. أنا فخور جداً أنا موجود هنا النهاردة في مركز إصلاح والتأهيل، شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي، يعني مستوى معيشي للناس كبير جداً، مستوى رائع جداً، اهتمام بالرياضة، اهتمام بأنشطة كتير جداً جداً جداً. فأنا مبسوط إن أنت بتحاول تطلع النزيل تشغل له يومه بحاجات إن كان رياضية أو في ثقافية أو في صناعية أو في زراعية، ودي حاجة كويسة جداً إنك دايماً تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة ينميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخشه من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا. إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية، دي حقيقة، ده واقع عشناه هنا عندكم في وادي النطرون، في ما بقتش حتى سجن، ده بقى فعلا إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص، الإنسان اللي بيتقال في المجتمع إنه أجرم في حق المجتمع. أه؟
عقب انتهاء المنافسات الرياضية، قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. أنا اتفاجئت صراحة، يعني اتفاجئت باللي أنا شفته النهاردة في المركز، شفت صرح كبير جدا صراحة، يعني أنا لو ما شفتش بعناية عمري ما كنت أصدق ولا كنت أتخيل، لكن أنا شفت بعناية إن قد إيه كل حاجة موجودة بالنسبة هنقول للنزيل، مش للسجين، للنزيل، وده الاسم اللي إحنا بنتمناه في الفترة الجاية، إن هم أخواتنا وقرايبنا وأصحابنا اتحطوا في مواقف إن هم بقوا موجودين في مكان، لكن ان شاء الله يخرجوا احسن من الاول باللي انا شايفه، ان شاء الله يخرجوا احسن من الاول ويخرجوا ما نشوفهمش هنا تاني ان شاء الله. سعداء النهارده بالزياره وسعداء النهارده بالتطور الكبير اللي احنا شفناه داخل مركز الاصلاح والتاهيل. الفرق الكبير ما بين القديم وما بين الجديد، الصوره لازم تتنقل للناس، يعني فعلا فعلا الوضع فعلا يستحق ان احنا نقول ان هو وضع فعلا يليق، حتى لو واحد مسجون لو كان كده بس بيلاقي يعني معاملة أدمية، وده المهم. هذا المركز يعتبر هو واحد من نقول النماذج المشرفة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات العقابية. الموضوع أيضا بيتم توفير كل الخدمات بالنسبة للنزلاء. قابلنا النزلاء، قابلنا أهالي النزلاء، دخلنا في الزيارة بتاعتهم، دخلنا شفناهم، الحياة ماشية كل حاجة بسيستم واضح جدا، لا حاجة فعلا تدعو للفخر. هكذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق أعلى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومتها العقابية الحديثة المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي جاء إنشاؤها ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للنزلاء وذويهم، وكذا المفرج عنهم. أهلا وسهلا بحضراتكم في 90 دقيقة. الملف اللي هنفتحه بقى دلوقتي هو واحد من أكتر الأزمات اللي كانت بتواجه مصر لسنين طويلة، وهو أزمة الإسكان. حتى لو حضراتكم تفتكروا الأفلام، كان دايما البطل بيدور على شقة، وإن دايما يجيب لك الخطوبة تستمر سنين طويلة وبتفشل عند مرحلة الشقة، والجوازات اللي بتتم في بيوت الأسرة عشان دايما ما فيش شقة. دي حاجة حتى في موروثنا إحنا الثقافي، من كتر ما كانت دي بالفعل أزمة عندنا في المجتمع. النهاردة بشكل واقعي كده ما فيهوش أي نوع من أنواع العاطفة، الأزمة دي انتهت. عندنا هدف لكل مواطن شقة، مش شقة في عمارة مخالفة 20 دور بتطل على شارع 3 متر يا دوبك في العشوائيات وغرقانة بقى في الصرف الصحي ومليانة يعني قمامة، لا، شقة في مكان محترم بسعر التكلفة وبدعم مباشر، وتقدر تقسط الشقة دي على 20 سنة. طبعا فرصة وهدف طموح وبرنامج محترم جدا وبرنامج إنساني. عشان كده ده النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه، وده اللي احنا النهاردة عايزين نعرف التطور اللي حصل فيه وإيه كمان اللي جاي. برحب بضيوفي اللي منورينا، دكتور سيف الدين فرج أستاذ الاقتصاد العمراني وخبير الإسكان، أهلا وسهلا. والمهندس علاء عبد الله الصلعاوي رئيس جهاز حدائق العاصمة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورتونا. دخلك. الأول خليني أسأل دكتور سيف الدين، حضرتك بتشوف الطفرة اللي حصل لحد النهاردة في ملف الإسكان والتقدم اللي حصل على مدار السنوات الماضية إزاي؟ خلينا في الأول بس نقول إن لما نيجي نتكلم عن الإسكان نتكلم على استراتيجية عمرانية، يعني لما نيجي عشان نأرخ الاستراتيجية منذ 2014. طب وليه بنقول 2014؟ لأن الدولة وضعت محاور أساسية بتشتغلها على التوازي، بمعنى إن الدولة دلوقتي عايزة تحل أزمة الإسكان في 2014، حطت محاور. أول محور ليها كان التخلص من الإسكان على عشوائي شديد الخطورة، لأن ده كان وصمة عار فعلا في جبين مصر. لو نرجع بالذاكرة شوية، الحادثة بتاعت الصخرة اللي كانت في الدويقة في 2008 والناس اللي ماتت، شهيرة ومؤلمة، شهيرة ومؤلمة لدولة زي مصر، دولة رائدة ولها الريادة في كل حاجة، يعني إزاي كانت مصر عندها هذه الأزمة؟ لكن كان في إرادة سياسية في 2014 إن أزمة الإسكان تنتهي. ونرجع لمقولة سيادة الرئيس، إحنا هنخلي
اللي عايز شقة شقق كتير ومرطرطة. وفعلا سيادة الرئيس بيوفي بكل وعوده. فعلا الاستراتيجية العمرانية تمت، المحور بتاع الانتهاء من الإسكان العشوائي شديد الخطورة تم صرف عليه 40 مليار جنيه، وتم الانتهاء من الإسكان العشوائي شديد الخطورة، وبدأت الدولة في الإسكان العشوائي الغير مخطط، بمعنى أنه ما فيهوش خطورة ولكنه غير مخطط. وبالتالي الدولة النهاردة بتشق طرق، لأن ما ينفعش يبقى عندي عمارة 20 دور على شارع 3 متر أو 2 متر. ما ينفعش ما فيش خدمات وما فيش هو كارثة. مش بس حضرتك ما فيش خدمات في الطوارئ، صح. لو حصلت حريقة خرجوا ازاي؟ عربية المطافي مش هتدخل. لو واحد حصل له هارت أتاك عربية الإسعاف مش هتدخل. زي ما كنا بنتكلم قبل البرنامج، الباشمهندس كان بيتكلم على جودة حياة المواطن المصري. فعلا جودة حياة المواطن المصري ده كانت نقطة أساسية في فكر القادة السياسية. عشان كده بدأ التخطيط في المناطق الغير مخططة، بنشق شوارع، بيتم عمل شبكات صرف صحي، بنية تحتية، صرف صحي، كهرباء، مية، غاز، انترنت، كل ده. بس لازم نعرف ان الدولة عشان تتكلف النهاردة طريق في مدينة عشوائية غير مخططة بيتكلف عشرات التكلفة، لو هو في مدينة جديدة زي مدينة حدائق العاصمة. يعني اذا كنت بتكلف هنا اكس، بتكلف في الإسكان العشوائي 10 أضعاف. 10 أضعاف، كأنك بتهد وبتبني. وكمان في جزء تاني لازم نعرفه، إن الدولة بعد 2014 لم تنصب خيمة إيواء واحد. ليه لم تنصب خيمة إيواء واحدة؟ لأن الناس اللي هي بيتشق طرق مكان بيوتها بياخدوا تعويض عادل جدا، وبيخيروهم تروح هنا ولا هنا، ولا تاخد فلوس ولا كذا، تروح الأسمرات وتاخد شقة كاملة التأسيس. يعني ما حدش بيتنصب له خيام إيواء زي زمان، زي قبل 2014. أيوه. دي جزئية تعكس أهمية جودة حياة المواطن المصري. وكل الكلام اللي حضرتك قلته ده ممكن أعكسه بقى هنا واتكلم عنه مع المهندس علاء، لأنه حضرتك كمان يعني جهاز حدائق العاصمة أو مشروع حدائق العاصمة هو بيعبر عن كل احنا اتكلمنا فيه ده، او هو الترجمه الفعليه لكل احنا بنتكلم فيه ده. الجوده، معدلات التنفيذ، فكره النهارده ان انا اوفر الحياه الكريمه لكل الناس، كل ده بيؤخذ في الاعتبار ازاي؟ الحمد لله مدينه حدائق العاصمه بفكر القاده السياسيه وخامه الرئيس بدانا فيها في ديسمبر 2020 12 2020، يعني المدينه ما كملتش سنتين. في خلال 18 شهر بالظبط انتهينا من 30,000 وحده سكنيه، وشغالين في 70,000 وحدة سكنية. في مرحلة أولى 2500 فدان من مساحة 30,000 فدان المدينة. يعني احنا بتتكلم في 100,000 وحدة سكنية خلص منهم 30 في أقل من سنتين، في 18 شهر، سنة ونص. سنة ونص بالضبط. وبرضه حضرتك في نقطة مهمة، ده حضرتك اشتغلت في فترة كورونا، فترة الجائحة. مش بس كده، وارتفاع أسعار المواد واللخبطة في سلاسل الإمداد وكل حاجة مش محسوبة. أنتوا أبطال الحمد لله. دي كلها بتوجهات القادة السياسية طبعا، لأن احنا المفروض ان احنا سنة الهدف مستهدف للمدينة 2.5 مليون نسمة في 2030، وده معدل يعني سريع جدا. قبل كده المدن كلها القديمة كانت بتمد سنة الهدف لأكتر من 20 و30 سنة. المدينة دي بعد 10 سنين يجي. لا ده 20 و30 سنة كمان. لكن المدينة نفسها احنا التعليمات ان لازم المدينة المفروض السنة الهدف بتاعتها 20-30، يعني بعد 7 سنين يكون فيها مستوعبة 2.5 مليون نسمة. بدأنا من الزيادة السكانية عشان كده السرعة في المعدلات. لا دي تعليمات بس احنا بنزيد اكتر. تعليمات الفخامة الرئيس طبعا بالاستعجاء، الشغل السريع مع التوسع العمراني، مع أهم حاجة جودة الحياة، لأن اللي يفرق المدن الجديدة عن المدن القائمة اللي بتجذب المفروض أن المدن الجديدة بتتعمل عشان تجذب السكان. مزبوط. تمام، تخلي التكدس السكاني اللي موجود في المدن القائمة يخف. فكان المدن قبل كده الجديدة تتعمل بطريقة أن هو سكان إسكان إسكان، وما فيش جودة الحياة اللي بتجذب المواطن.
فالتعليمات كلها دلوقتي اللي طالعه كل مدن الجيل الرابع اهم حاجه جوده الحياه عشان المواطن نفسه يتحرك يروح المدن الجديده، لان انت بتعمل تبني في صحراء. فالصحراء دي ايه اللي تخلي المواطن يشد بيها؟ الناس ازاي تعيش فيها؟ لازم تعمل لهم نظام تنميه مستدامه وطاقه متجدده، مدن وذكيه وتتميز بالخضره والمتنفس الطبيعي، الشوارع الواسعه، الهواء النقي، فبتخلي الناس تسيب الازدحام وتروح للمدن الجديده. طب النقطه دي تحديدا دي نقطه مهمه دكتور سيف، قبل كده كانت معادله الكم وليس الكيف ولا العكس في مقابل اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ وحضرتك عندك خبره طويله. دلوقتي حضرتك زي ما بيقول باشمهندس المدن اللي قبل كده احنا احنا مصر ليها تاريخها، البدايه كانت في اوائل الثمانينات في مدينه 6 اكتوبر و15 من رمضان، والعاشر من رمضان والسادات، كل دي مدن. ولكن النهارده فكر القياده السياسيه في 2014 ان المسكن مش مأوى، مش مكان الناس، مش سقف فوق راسي وخلاص، ما هماش شويه فراخ هروح ابيتهم في حته. لا، دلوقتي المسكن هو حياه. يعني ايه حياه حضرتك؟ يعني حياه يعني مسكن، مكان ادمي انساني جيد التهويه، جيد الاضاءه، يتميز بالخصوصيه، المسافه ما بين العمارات، مش البيوت ملزقه في بعض، في جرين اريا ايضا، مش بس مسكن، لا في فرصه عمل. كنت لسه بتكلم مع الباشمهندس، المنطقه الصناعيه بتتخطط، يبقى اذا المواطن المصري بيروح بيلاقي مسكن، بيلاقي فرصه عمل، بيلاقي طريق ممهد، لان الطرق مهمة جدا. الطرق مش معقول نعمل مدينة جديدة مثلا لكن ما فيش طرق توصل ليها وتخرج منها وتودي الأماكن الشغل. الطرق دي حضرتك هي الشريان اللي بينقل الحركة، اللي بينقل المنتج من المصنع. فالطرق والكباري ليها من الأهمية الدرجة القصوى. النهاردة المدينة الجديدة بتنشأ فيها إسكان، فيها منطقة صناعية، فرصة عمل. أنا بستغل برضو الكلام ده، لأن طبعًا في عندنا احنا برضو في المدينة جاري التخطيط ل 5000 فدان منطقة صناعية مختلفة الصناعات. دي هتخلص امتى بقى؟ دي مشيت الله خلال سنة بالكتير تمام هيتم التخصيص فيها. يعني دي فرص عمل تبقى كمان للناس، فرص عمل للناس الموجودة، وكله مصانع كبيرة ومصانع صغيرة وورش صغيرة ومخازن. 5000 فدان في المدينة، و 5000 فدان ده مساحة حلوة، مساحة كبيرة جدا، ده كان فرصة تفتح كتير فرص عمل كتير. تمام. غير هناك في منطقة برضو بنخطط فيها 1100 فدان على طريق الإقليم، منطقة البوليفارد. دي منطقة استثمارية. البوليفارد المصري. أيوة، دي منطقة استثمارية عالية بنخطط فيها برضو بمشيئة الله، برضو خلال سنة هنبدأ فيها طرح استثمار. يا رب يا مصطفى. دي نظام على أبراج تجاري إداري فندق سياحي. جميل. ونظام مناطق مفتوحة، مناطق سياحية. ده يعكس برضو يا باشمهندس إن المفكر المدينة هيبقى فيها كل حاجة، تخطيط بالزبط. التخطيط مفيش التخطيط العشوائي. لا لا، القديم مش اللي هي مدينة في حتة فاضية وخلاص خلص الموضوع. لا، بيطلع التخطيط من الأول مظبوط تمام، إن دي منطقة كذا، دي منطقة محتاج كذا، محتاج فيها إيه جنبها، محتاج إيه توصل لفين، نعمل فيها بحيث إيه، تبقى المدينة متكاملة مع نفسها، كل اللي يروح يلاقي كل المزايا وكل المقومات للحياة. ما هو يعكس فكر الإرادة السياسية. صح، ان المسكن متكامل، مش بس مسكن وفرصه عمل، لا ده خدمات عامه من دي وان، في مستشفى، في مدرسه، في جامعه، عشان ما اعملش مشروع لكنه ما عندوش القدره على الاستدامه او انه يكمل. طب انا بقى هطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع نتكلم في اجزاء مهمه للناس، وهي الاسعار والتكلفه والتسهيلات والاقساط والكلام ده كله. نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل نقاشنا. انا عايزه اقول لحضراتكم الفقره دي وضيوفنا اللي منورينا وشهم حلو علينا وعلى الاهلي، لانه لحد دلوقتي 2-0 لصالح الأهلي على أوكلاند سيتي، هدفين حلوين جم كده، ويا رب إيه نكسب إن شاء الله الماتش. إن شاء الله نرجع بقى نكمل بإذن الله نكسب بإذن الله. حضرتك متابع أهلاوي؟ طبعا أهلاوي جدا. كلنا يا رب ربنا يوفقهم إن شاء الله. طب أرجع بقى نكمل على خصوصا موضوع حدائق العاصمة، الناس كلها بقى مهتمة تعرف التسهيلات إيه والأقساط إيه، وأنا عارفة إنه التفاصيل دي يعني فيها جزء شويه تقني وفني، بس حضرتك تدينا الخطوط العامه. هو الموضوع كله التسهيلات والتقديمات كلها خاص بها صندوق التمويل العقاري. تمام. بس هو ممكن الخطوط العريضه اللي كل الناس ممكن تعرفها، ان هو المقدمات، النظام اللي هو الاسكان الاجتماعي اللي هو 90 متر او ال 75 متر، بيبقى نظام اللي هو ال 14 او 15000 في اخر اعلان، وبعد كده لو ربنا كرم بعد التحريات ويعرف ان انت مستحق للوحده
تمام، بتحصل بعد كده نظام التخصيص، بتدفع بعد كده الباقي الاقساط على حسب السن. لو انت شباب وهو المستهدف الاكتر ليها الشباب، ده اللي احنا عايزينه، اه لان هو ده اللي عاوز يكون اسره، اللي عاوز يلقى له شقه بدل ما بالمعقول. مش هيلقى الشقق الغاليه اللي بره والحاجات دي، يتقسط له على 20 سنه. 20 سنه بفايده خفيفه، فايده البنك المركزي اللي هي التمويل العقاري اللي هي 3% متناقصه، 3% اه يعني بتوصل في الاخر بعد ال 20 سنه بتلقيها 1.25% واحد يعني حاجه كده ببلاش. تمام اه، لكن لو السن اكبر بيجيب بعد السن اللي هو مثلا لو السن المعاش فاضل له 10 سنين بيقسط لك على 10 سنين. فدي يعني الشريحه هي الاكبر، لكن الاكبر شريحه مستهدفينها هو للمساكن دي هي الشباب. ومتوسط الاسعار نفسها ايه؟ انت قلت لي حضرتك ال 75 متر و 90 متر صح؟ اه في 75 متر وكمالية التشطيب. اه كمالية التشطيب نقطة مهمة، كمالية التشطيب والمرافق. التشطيب النهارده بيكلف كتير، يعني ميه، كهرباء، غاز، صرف صحي، تليفونات، كامل التشطيب والمرافق باللاند سكيب بالخضره. حضرتك انت لو عرضت صور مدينه حدائق العاصمه تحسي ان انت حضرتك قاعده في مدينه كومباوند مش اسكان اجتماعي. وعلى فكره هي دي فلسفه الدوله زي ما كنت انا وحضرتك بنتكلم دلوقتي حتى بالزبط. في القضاء على العشوائيات، مشروعات القضاء على العشوائيات، الاسمرات رائع ومليان بقى بمدينه رياضيه وملاعب ونادي. بس حضرتك بالنسبه لموضوع الاسمرات ده بيخلق الانتماء عند المواطن المصري ازاي؟ يعني احنا قارنا لما وقعت الصخره والناس ماتت محدش حس بيهم في 2008، لكن النهارده الاسمرات ما بيعديش حته مراره كده عند بالزبط. الناس النهارده حضرتك في الاسمرات ما بيعديش شهر الا المواطن اللي كان في العشوائيات اللي هي دلوقتي في الاسمرات بيشوف رئيس الجمهوريه بنفسه بيلف في الاسمرات ودوله رئيس الوزراء بيروح الاسمرات. احساسك انت كمواطن ساكن كنت ساكن في العشوائيات ان انت بتشوف النهارده رئيس الجمهوريه بيلف طبعا. ورئيس الوزراء بيلف، بتحس ان انت دي بلدك فعلا وبيقوي الانتماء وبيدي كمان احساس للشباب ان انا عندي فرصه في حياه احسن. كنت انا ساكن في مكان نظيف، عندي مدارس وعندي خدمات وكذا، أمل في فرصه بقى امل صح. امل في بكره. لا لا هو في اهتمام كبير من القياده السياسيه، احنا كل يعني في ضغط شديد في المدينه. ما تقوليش الاسعار برضو. لا الاسعار ادي الصور اهو معانا على الهواء. حضرتك اقل من السوق اكيد دي، واحنا في اليوم أيوة. الرياضي اللي عملناه تمام في مركز الشباب النادي اللي احنا عاملينه، لان هذه خدمات من ضمن المدينه فيها خدمات رياضي. متكامله، نادي رياضي ومركز الشباب واسواق تجاريه وحضانات ومدارس كل مستشفيات اكيد. فانا حضرتك ده كان اليوم الرياضي وكنت بجيب كاس للناس اللي ساكنه في المدينه جميل. وميداليات فاحتفلنا بيهم وسلمنا. حاجه رائعه بصراحه، حاجه رائعه. لا ما احنا انت لازم في المدن الجديده تعمل جو مختلف عن اي مكان تاني، وده بيعكس انتماء حضرتك، ده بيعكس انتماء انت لازم تخلي بالزبط. انا كرئيس جهاز اخلي الناس هنا تنتمي للمدينه بتاعتي تحبها بالزبط. تحبها بعمل لهم يوم رياضي، بعمل كذا، بالخضره، بالزراعه، بالهواء النقي، دي ملكهم لازم احافظ عليها. وده كله طبعا من تعليمات ان احنا ايه على طول كل شويه دوله رئيس الوزراء اهتمام وفخامه الرئيس. هو الملف دوت مهم جدا يعني على اجنده الرئيس نفسه دايما، ما بيفوتش مناسبه غيره بيتكلم فيه. ده على طول الدكتور عاصم على طول وزير الاسكان متابع معانا، المهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئه متابع معانا، يعني كل القيادة السياسيه بتتابع على طول يوميا يوميا ايه الاخبار الجديد، ايه مش عارف ايه التقدم، ايه عملت ايه كذا، في مشكله تتحل في ساعتها، ولو في مشكله ما بيتاخروش معانا يعني على طول التليفون مفتوح مباشر معاهم. ده حاجه مهمه قوي. طب الاسعار بقى برضو الاسعار ده الصندوق اصلا هو اغلبيته الصندوق، هو اقل من السوق. ايوه ما ده اللي انا عايزه اوصله، هو اقل من الصندوق حضرتك يعني تقريبا في الرينج حرج يعني تقريبا 300 وحاجه كده في 1000. ده فرق كبير عن السوق طبعاً. بكتير طبعا. لا انت السوق انت دلوقتي عندك 75 متر في السوق بكام؟ حسب طبعا المنطقه، بس اكيد يعني اكتر من الرقم ده بكتير بالظبط. اقل حاجه 600000. اقل حاجه بتتكلمي في 600000 اقل حاجه. فيعني تقريبا السكن يدفع منهم 14000 في الاول، وبعد كده يقسط على 20 سنه لو هو لسه في بدايه حياته. 20 سنه بيدفع مقدم بسيط بعد كده والباقي على 20 سنه. فرصه كويسه قوي يعني، انت بتتكلم كانك واخده الشقه ايجار مش تمليك صح، بمقابل بسيط. بمقابل بسيط وبتكمل ال 20 سنه ده ايجار، وهي في الاخر ملكك وبتاعتك. هي بتاعتك وبعد 7 سنين بتقدر تتصرف فيها اصلا. وتناقصيه. ايوه الفايده التناقصيه مهمه جدا. دي المبادره بتاعت الرئيس، دي مبادره ممتازه، 3% التناقصيه دي صح.
طب دكتور سيف، رأي حضرتك بقى إيه عشان نبقى يعني أجملنا الحديث في الموضوع ده النهاردة؟ هل نقدر نقول إحنا قضينا أو قفلنا ملف مشكلة الإسكان في مصر؟ إحنا مش بس قفلنا مشكلة الإسكان في مصر، حضرتك تم القضاء على الإسكان العشوائي شديد الخطورة، جاري العمل في الإسكان العشوائي الغير مخطط، دي هتنتهي، هذه المرحلة هتنتهي إن شاء الله في 2030. جاري بقى إن النهاردة الوحدات السكنية المطروحة بتتماسب مع حجم الطلب، فما عادش في عجز في السوق العقاري. يعني إحنا النهاردة عندنا زيادة سكانية سنوية لا تقل عن 2,300,000، خلاص عندنا زيجات سنوية، الجهاز المركزي بيدينا إحصائيات، عندنا زيجات سنوية لا تقل عن 900,000 زيجة. أرقام مرعبة. أنا عندي للأسف النهاردة عشان أحسب الطلب اللي على الإسكان بقول الزواج الحديث محتاج حوالي 1,000,000 شقة سنويا. أنا بتكلم سنويا، خلاص محتاج كمان حاجة اسمها إحلال وتجديد، يعني في بعض المباني عمرها بيخلص طبعا، محتاج طول الوقت بتطور بالظبط. يبقى أنا محتاج كمان مش أقل من 200,000-300,000 وحدة عشان الإحلال والتجديد. عندي كمان حاجة اسمها العجز التراكمي السنين اللي فاتت، الحاجات اللي كانت بايظة من زمان اللي قبل 2014 برضو. يبقى أنا محتاج سنويا مش أقل من 1,600,000-1,800,000 وحدة سكنية. وده اللي احنا اشتغلنا عليه من 2014 بالظبط، قطعنا فيه شوط كبير جدا. القادة السياسية تملك إرادة، دخلت مشاريع كانت مركونة في على مكاتب المسؤولين من عشرات السنين، يعني مشروع زي مشروع ماسبيرو كان مركون على المكاتب بقاله عشرات السنين، لكن حينما تواجدت الإرادة السياسية لعمل هذا المشروع فتحت افاق كتير وفتحت فرص عمل، نفذناه ووصلنا لنتائج منه. وصلت للصحه، انت بتتكلم يعني مدينه زي مدينه حدائق العاصمه، مدينه من ضمن حوالي 40 مدينه، بتتكلم في 100,000 وحده سكنيه في سنتين. 100,000 وحده سكنيه في سنتين خلقت بقى يا باشمهندس كام فرصه عمل؟ لا اكتر من 1,000,000 مباشره وغير مباشره. مباشره وغير مباشره، أيوة. لان مش بس العماله اللي بتشتغل، لا ده في مصنع اسمنت، في كل حاجه. انا بقول لك اكتر من 1,000,000 فرصه عمل، في مصنع سيراميك اشتغل، كل المصانع دي فرص عمل. طبعا لا فرص عمل طبعا. انت بتتكلم في استثمارات المدينه بتاعت حدائق العاصمه، بتتكلم في سنتين 33 مليار جنيه في سنتين، استثمارات اللي اتضخت من الدولة اللي اتصرف منها لغاية دلوقتي حوالي 16 مليار في 18 شهر. احنا صرفنا من الدولة مردودها على الشعب الاجتماعي والاجتماعي النفسي على الناس اللي هي محدود الدخل والتعليمي وكل شيء، مردودها كمان حضرتك على جميع الطبقات الاقتصادية للشعب. صحيح. طبعا يعني حضرتك بتتكلم على ان في مشروع، وفي يبقى اذا الدولة مش بتخاطب شريحة اقتصادية واحدة، لا دي بتخاطب الاقتصادي والمحدود والمتوسط. صحيح. وفوق متوسط كل شيء والفاخر. والنهاردة الدولة في الإسكان الاجتماعي مش بتخاطب بس القاهرة الكبرى أو الإسكندرية، أيوه. بتخاطب المحافظات كلها. طبعا لأن طبعا في الحفرة اللي في الصعيد، أيوه. حتى بتتكلم عنها ما شفناهاش قبل كده. شفتي حضرتك مشروع حياة كريمة؟ صحيح. أكبر مشروع في تاريخ مصر. طبعا طبعا صح، ده حقيقي، بيغطي جميع ربوع مصر. النهاردة الريف والصعيد وسيناء ليهم نفس الاهتمام بتاع القاهره الكبرى. العداله في التنميه، العداله في توزيع الاستثمارات. انت بتتكلم في العداله، وان هو في الشريحه ال 2500 فدان طبعا، انها احنا بنخاطب فيها محدود الدخل والاقتصادي. برضك الفئه الثانيه الدوله احنا كهيئه مجتمعات دخلنا شراكه مع مشروع كومباوند هشام طلعت مصطفى، مشروع نور. شراكه بالارض نظير مبلغ معين في الاول، نظير نص الوحدات كامله مشطبه بتاخدها الدوله لصالحها من الكومباوند. يبقى كده كل الشرايح بتضغط. ده بقى ده شيء، ده خبر رائع كده وكلام رائع نختم بيه. ده حوالي 40,000 وحده سكنيه هيخلصها الكومباوند نور على مدار 15 سنه، في بدانا فيها المرحله الاولى. المرحله الاولى منه هتخلص ان شاء الله في نهايه 25، تمام، هتستلمها الدوله ليها حصه عينيه وحدات سكنيه بحيث تغطي برضه المستويات الاعلى. أيوة. في كومباوند بتغطي كل المستويات، كل المستويات كده الدوله، كل المستويات.
أنا للأسف وقتي خلص، كنا نتمنى طبعا نتابع نقاشنا معكم أكثر. نورتونا وشرفتونا دكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني وخبير الإسكان، نورتنا. الله يخليك. بشكر حضرتك الباشمهندس علاء عبد الله مصطفى رئيس جهاز حدائق العاصمة، نورتنا. وأهلا وسهلا بكم مرة تانية. وقتنا خلص مع حضراتكم بسرعة، حلقتنا النهاردة من 90 دقيقة عرضنا فيها ملفات كتير مختلفة. بشكر حضراتكم على المتابعة وتصبحوا على ألف خير.